نظموا منتدى الإسكندرية للإعلام في دورته السابعة مع مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية، وأنا سعيدة أن أنا أدير جلسة فيها يعني اتنين خبراء وقامات من محتوى الديجيتال. انتوا الاتنين، وأنا يعني خلوني الأول أعرف، هما مش محتاجين تعريف أكيد. هو أستاذ أحمد أمين، ممثل ومؤلف ومقدم برامج وصحفي، وأستاذ ونجم إعلانات كله. ومعنا أستاذ محمد عبد الرحمن، مؤسس ومدير موقع إعلام دوت أورج، وهو أيضا صحفي مخضرم ومش بطلع في إعلانات. طيب، هي في كيمستري كده، أنا عارفة إن أنتوا تعرفوا بعض كويس، فالكيمستري دي أكيد هتسري نقاش وتخليه يعني خفيف ولطيف. أنا شفت الحلقة بتاعت أستاذ أحمد مع إسعاد يونس، وعملت في الأول تقديم عن أنواع الانترفيوهات وكده، وده وطرني جدا، لأن كل ما كنت بحط سؤال أحس إنه هيقع في فئة من الفئات دي، فسامحني لو عملت الغلطات اللي أنت قلتها. احنا هنتكلم شوية، أستاذ أحمد وأستاذ محمد هنوجه لهم شوية أسئلة، وبعدين هنفتح الجلسة للنقاش والأسئلة منكم. وبعد الجلسة دي هيكون في جلسة الختام اللي هيديرها الدكتور حسين أمين وأستاذ أحمد عصمت، مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام. طيب، أنا هبتدي بسؤال لأستاذ أحمد أمين عن احنا طبعا من المشاركين بقى لهم يومين كاملين بياخدوا جلسات وورش عمل وبيحضروا نقاشات مع خبراء اكاديميين ومهنيين في مجال الاعلام، بيتكلموا عن موضوع التربيه والدراية الاعلاميه. ناقشنا قد ايه هو مهم واهميته في مجتمع مليء بسيل من الاخبار الكاذبه والمفبركه والمضلله، وازاي دي حاجه هتخلينا ان احنا نبقى شعب اكثر وعي في استهلاكنا واستخدامنا للرسائل والمحتوى الاعلامي اللي بنستخدمه كل يوم. فانت عملت تجارب ناجحه كلها ابتدت على السوشيال ميديا، تجربة برنامج 30 ثانية، وإن كان مدته عادة ما كانتش تبقى 30 ثانية، وبعدها برنامج البريك، وبعدها البلاتو. ما أنا بدأت أنصف 30 ثانية، بعدين بنصف الإعلانات دلوقتي. كمل يعني. فعايزينك تكلمنا عن تجربة البرامج دي، فكرة إنتاج المحتوى الديجيتال الرقمي للسوشيال ميديا، وإيه الاعتبارات اللي أخدتها في يعني أنت قلت مع برنامج صاحبة السعادة إن أنت ابتديت بموبايل عندك في البيت تقريبا، ايه الموارد اللي استخدمتها، ايه اعتبارات الحقوق مثلا الملكيه الفكريه، كان في النهارده جلسه عندها، ايه الموارد التقنيه المطلوبه، الفورمات، يعني كلمنا اكتر لو المشاركين حابين يعملوا منتج ازاي يستفيدوا من ده. طبعا انا اشكركم ان انتوا اعتبرتوني حد عنده خبره وينفع اقول كلام مفيد وكده، في حين ان انا الحقيقه مش حتى بالارقام، يعني انا مش شخصيه مؤثره دلوقتي على السوشيال ميديا، يعني ولو اني ما سبتهاش، وكل الحاجات حتى اللي بعملها على التلفزيون بتظهر بعد كده على السوشيال ميديا. ورغم اني اشتغلت صحفي، بس انا ما كنتش اكاديمي، انا خريج فنون جميله، يعني ما درستش اعلام وما درستش صحافه، فاعذروني يعني اذا كان الكلام هيبقى بالبلدي وهيبقى تجربه شخصيه، فاتمنى ان التجربه الشخصيه تبقى مفيده يعني. كان سؤال حضرتك ألخصه، لأن السؤال كان طويل شوية. أي كان مقدمة وسؤال مع بعض. ماشي، طب أنا هحاول أفصل المقدمة عن السؤال. السؤال كان إن إيه الموارد وإيه الحاجات اللي ممكن نستخدمها في حد عاوز يبدأ يعمل محتوى على التق. طيب، أولاً أنا بالنسبة لي يعني أنا بشوف إن السوشيال ميديا هي فيها حتة غريزية كده قديمة، في فكرة الرغبة في التعبير، إن البني آدم عاوز يعبر، يعني هي بدأت بهذه البراءة زي رسوم الكهوف وكده. فبعدين بقى في جزء يعني مع ظهور مفهوم اللايكس والتفاعل والمش عارف إيه، بقى في كمان رغبة في التقدير، إن الإنسان يبقى بيتقدر أو الناس مرغوب فيه أو مشهور أو مؤثر أو إنفلوينسر وكده. فمن هنا بقى حصل يعني مشكلة لخبطة كده، ان بقى في محتوى ناجح ومنتشر وفي محتوى اصيل وجيد
اللي عرف يدمج ما بين الاثنين دول هم الناس اللي بقوا اكثر استمراريه وبقوا متطورين وبقوا انجح ونقلوا من وسيط لوسيط تاني او من عمل لعمل تاني. فهو ما فيش روشته محدده للي عاوز يقدم محتوى حالا على السوشيال ميديا قد ما ان انا لما يعني عملت شويه تجارب في البدايه او التجربه اللي عملتها في البدايه استنتجت منها بس فكره ان الواحد يعمل حاجه اللي هو بيحبها واللي هو فاهمها واللي هو زي مثلا انا كنت بتكلم عن مشاكل اجتماعيه طول الوقت مش عشان خاطر انا بهرب من مواضيع اخرى لا عشان خاطر انا جاهل في المواضيع الاخرى بمنتهى الصراحه والمشاكل الاجتماعيه هي اللي بتشغلني فبقيت بتكلم عن الحاجات الاجتماعيه اللي انا دايما بفكر فيها وبتشغلني واستخدمت الكوميدي لان انا كنت قبل كده بشتغل مسرح قبل ما يعني ابقى صحفي وكنت بحب الكوميديا وبعدين بقيت بكتب كوميدي بكتب انيميشن كوميدي فاستخدمت الكوميديا كوسيله فيمكن ده اللي نجح الموضوع. والحاجه الثانيه هي فكره البساطه يعني اظن ان البساطه حل مهم جدا والناس على السوشيال ميديا حتى دلوقتي بيميزوا المحتوى اللي هو معقد وفي برودكشن ومتكلف وكده او المحتوى البسيط وغالبا المحتوى البسيط هو اللي بيبقى اقرب للناس وبيبقى انجح. فمش عارف ايه الروشته بالظبط ايه اللي ممكن اقولها 1 2 3 تفصيلا علشان خاطر الناس تعمل محتوى ناجح يعني لو سوري يا ام بي سي سوري 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 بتوع المونتاج انا اسف تشيلوا الخبطه دي بس نعمل ايه علشان المحتوى يبقى ناجح او يبقى جيد. بس اظن ان الواحد يعمل اللي هو المواضيع القريبه منه وببساطه ومن غير حسابات يعني معقده ده يمكن مفتاحين اظن يعني نبتدي بيهم بالظبط. طيب استاذ محمد موقع alam.org اللي حضرتك اسسته في 2014 لما دخلت في الهوي ار بتاعه من نحن لقيت ان هو بيعرف نفسه ان هو موقع بيرصد المواقع الثانيه بتقول ايه في نفس الوقت لقيت عليه اخبار ولقيت عليه محتوى صحفي فانت يعني هو موقع الاخبار ولا موقع لرصد اخبار اللي بتنشرها المواقع الثانيه وايه الفرق ما بين الاثنين؟ اولا مبسوط ان انت دخلتي في من نحن انا مش عارف ان في حد بيدخل في من نحن اصلا يعني حضر لل يعني ده اجتهاد لطيف. هو لا هو احنا كنا كاتبين في من نحن او كاتبه مش عارف ان حد هيبص الحمد لله كتبته كويس. طب المهم مش فاكره انت مش فاكرين من نحن اصلا كنا كاتبين يعني كنا هدفنا من الاول كان رصد ما يحدث في سوق الميديا سواء كان ما كانش مواقع بس يعني مواقع وقنوات يعني طول الوقت الصحافه او صناعه الميديا في مصر بتعاني من جانب النقد الذاتي يعني ما عندناش حد يطلع يقول ان الموقع ده احسن من الموقع ده الخبر ده ليه فيه مشاكل يعني وده اعتقد كان سبب من اسباب انهيار الثقه والمصداقيه ما بين الاعلام وبين الجمهور ان احنا كصحفيين وكصناع ميديا ما ينفعش نقول ارائنا في بعض ما ينفعش ننقد بعض مع ان المفروض ان النقد لو هو نقد فعلا بناء زي ما بيتقال بيساهم في الاصلاح يعني حتى على مستوى الشغل الفني ما لو حضرتك سالت استاذ احمد دلوقتي رايك ايه في بقيه اللي بيقدموا كوميديا مش هينفع يقول مع انه مفيش مشكله انه يقول بس الناس ما تزعلش ممكن هما كمان يبقى ليهم اراء تانية. فاحنا بدانا بدا حاولنا ندي نعمل صناعه محتوى مختلفه بنفس الادوات اللي قالها استاذ احمد ببساطه وحاجه بنفهم فيها مش شرط يكون عملنا ده بنسبه 100% لانه ودي اعتقد حاجه لازم تاخد مننا مجال للمناقشه انه في محتويات اخرى او صناعات يعني محتوى اخر موجود في الساحه بينافس وبياخد مساحات حتى لو كان لا يتوفر فيه يعني الحد الادنى من المستوى يعني استاذ احمد لما عمل الفيديوهات دي انا لحد دلوقتي بستغرب ازاي بيتم تصنيفه انه اصله ناجح علشان بيعمل حاجات اجتماعيه ما فيهاش اسفاف او كده وكان ده يعني ده الاستثناء يعني كان ده حاجه المفروض هو عمل العادي يعني العادي ان هو يعمل ده فيحصل ده المفروض ان عندي في الموقع ان انا بعمل محتوى يتقري وجميل لكن في الاخر الناس بتخش لحد دلوقتي ودي بقى الحاجه عايزه تدرس على ما هو ممكن يبقى فيه اسفاف او حتى يدخلوا عشان
يهاجموه، ممكن نلاقي ان عدد الفولورز وعدد السبسكرايبر عند احمد امين اقل من ناس تانية، بيطلع يقول لك انا هسيب الاسلام، انا رجعت الاسلام، انا مش هتعشى النهارده، انا الحاجات دي كلها موجوده وليها متابعين. في ناس منهم بيقعوا بسرعه، ولو جبنا اسامي كان في بنات وكان في ولاد عملوا حاجات وكده، لكن في ناس بتكمل. هل المرحله الموج الهادر دي اللي موجوده اللي بتطلع وبتنزل هتنتهي؟ شفت تعبير الموج الهادر ده؟ يعني هتنتهي بسرعه هتنتهي بسرعه ولا لا؟ انا اتمنى ده، لان لو فضلنا كده لمده طويله الناس بتنصرف اكتر، المنصات اللي بره هي اللي بتكسب، سواء منصات اللي هي نتفليكس وكده، او يعني نوافذ اعلاميه مضلله الناس بتروح لها لانهم قادرين يضحكوا على الناس ويقدموا ما يبدو كانه صادق، لكن احنا هنا مش قادرين نبقى نتواجد. فاعتقد ان المحتوى البسيط والايجابي بيعاني في مصر، يعني بيعاني ان هو يلاقي مساحات اكتر للانتشار. حضرتك ترجمت الموج الهادر ازاي؟ معلش عشان ما قلتيهاش. طب الحمد لله، خفت قوي بصراحه، سمعتنا اليوم الموج الهادر. حاسس ان ده منتدى اسكندريه، فلازم اجيب حاجه ليها علاقه بالموج. طيب بالنسبه للنوى اللي حضرتك، طيب يعني استاذ احمد انت قلت في الاول انا يمكن مش تريندنج قوي، وبرده استاذ محمد قال هو ما عندوش عدد فولورز قوي، يعني احنا انا يمكن كنت معتقدا ان لا، يعني في انت ليك فان بيس كبير قوي وناس بتجيلك المسرح مره واثنين وثلاثه، بغض النظر عن ان المحتوى ما فيهوش اسفاف ولا اباحيه او اساءه لحد او تخطي على حدود حد او كده. ف يعني نرجع لفكرة الالجوريزم اللي اتكلمنا عليها في كتير من المناقشات على مدار اليومين، ان المحتوى اللي فيه سنسيشنال يعني اللي فيه إثارة هو اللي بيطلع على الترندنج أكتر. فانت ازاي عرفت يعني توفق ما بين ده، او ازاي بتقدر ان انت ما تخليش الموجة تاخدك زي ما أستاذ محمد قال؟ لا، هو طبعا المحتوى اللي بقدمه من بعد ما كنت بقدم محتوى خاص بي على السوشيال ميديا، هو الحقيقه كان تابع لجهات، لشانلز بعد جهات، فكانت هي اللي بتحقق الارقام، يعني ما بتصبش عندي انا شخصيا. فدي نقطه مهمه جدا، لان انا مثلا عملت بعد البلاتو، عفوا بعد 30 سنه عملت البريك، ده كان مع احدى شركات الاتصالات، فكان هي اللي بتستفيد بالارقام مش انا، وكنت محتاج طبعا الدعم ده ساعتها. وبعد كده عملت على قناة النهار البلاتو، فكانت قناة النهار هي اللي بتسوى، حاليا دي ام سي اللي بتستفيد من، يعني اكتشفت دلوقتي ان انا ما بستفيدش اي حاجة من انا بفكر الغي العقد. فعشان كده الفان بيز اللي عندي غير الناس اللي اهتمت بالسوشيال ميديا ك او بالديجيتال بلاتفورمز كام يعني مستقر ومنبع رئيسي، زي بعض الامثله اللي الاستاذ محمد ذكرها، فده مكانهم هو الديجيتال بلاتفورمز. وانا زي ما قلت مش هبعد تماما، انا كده كده راجع لها، لكن انا بتحرك ورا تجربتي كممثل اكتر ما من ورا تجربتي كانفلونسر. اما سؤال حضرتك بخصوص الاتزان ما بين ان ازاي الحاجات تطلع ما فيهاش اسفاف ومش عارف ايه، هو الحقيقه انه ما فيهوش اسفاف ده هو يعني استاذ محمد قال كده برضو انه ده الطبيعي، هو ده مش ده، مش قصدي ده الطبيعي، ان ده اللي المفروض كل الناس تعمله، هو ده اللي شبهي، يعني انا يعني افكاري عامله كده، واشتغلت 10 سنين رئيس تحرير مجله اطفال، فقعدت فتره طويله جدا يعني مركز في مفهوم من القيم ومن فكره ان الطفل عموما الناس اللي بتسعى ورا المحتوى اللي هو فيه اسفاف او كده ومش عارف ايه، هو المشكله مش فيه، هو عامل زي الاطفال، هو الطفل لو اديته كاندي طول الوقت هياكله وهيبقى مبسوط، بس هو طفل محتاج انواع تانية من الغذاء. ففي مزيج كده ما بين ان انا فنان ولا مسؤول عن المجتمع، في حته في خليط كده، الناس اللي بتحول الفن لمسؤولية تماما على المجتمع بيبقى في حالة أبوة كده منفرة واحنا كلنا بنحبهاش، انا والاجيال اللي اصغر مني، والناس اللي تتعامل مع الموضوع انا يلا فن بغض النظر كاندي طول الوقت برضو مش صح، هو لازم نبقى في مرحلة في النص، يعني مش ما نبقاش وعظ ولا ناصحين ولا بنقدم دروس، وفي نفس الوقت ما نبقاش بنقدم اي حاجة علشان خاطر بس الناس يا تضحك او تنبسط او الفيديو يتشاف، يعني في اتزان كده. طيب استاذ محمد هسالك عن موقع alam.org تاني كبرضو ديجيتال بلاتفورم اكسكلوسيف، يعني
ايه المرجع بتاع الموقع؟ يعني ايه اللي شفته مثلا بره بيعمل كده وقلت انا عايزه اطبق النموذج ده في مصر؟ ومين هم جمهور اعلام دوت اورج؟ يعني الناس اللي هل يعني احنا برضو اتكلمنا في موضوع التربيه العالميه كتير على مدار اليومين، وقلنا ان واحده من مفاهيمها هي فكره ان انا اشوف الراي وراي الاخر وان انا اتحقق. فانت لما بتجيب في موقع زي اعلام دوت اورج الخبر كذا مصدر ليه، ده بيصب في موضوع التربيه العالميه بشكل مباشر. لا، في حاجات كتير قوي عن ما نفعله في اعلام دوت اورج والتربيه الاعلاميه. يعني تعودنا ننتظر كتير اكتر من الاول لحد ما نتاكد، تعودنا ندخل على بروفايل المصدر نتاكد التويتة موجوده ولا لا، ما ناخدش برينت سكرين بس. ارجو من الاستاذ في ام بي سي يجيبوا 3 مايكات بعد كده، الجزء اللي فات هندبلجه. يعني حاجات كتير قوي احنا اتعلمناها بالممارسه، لان وحتى في ندوة الفيك نيوز كامبارح في حاجات احنا كصحفيين مهما عملنا مش هناخد بالنا ان هي فيك من غير التولز معينة، فاحنا بنحاول ان احنا نطبق ده. فبيبقى اسعد حاجة عندي ان حد يقول لي انا يعني كنت مستني ان انتوا تكتبوا عن الموضوع الفلاني عشان انا مستني رأيكم، او تعرفونا مين الشخص ده المثير للجدل، او ان انا لقي لينك عملته من 4 سنين لسه الناس بتقرأ فيه لحد دلوقتي. لكن ايه المرجع؟ مش عارف اللي انا اقوله ده صح ولا غلط، بس انا ما كانش عندي مرجع. يعني قله خبره او ان الموقع بدا عشان بس يتابع اخبار السوق ايام لما احنا بدانا في 2014 عز التوك شو. يعني احنا كنا بادين عشان نتفرج على التوك شو بس، كان احمد موسى كتير قوي، وبعدين بعد فتره اكتشفنا لا ده في ناس ممكن تبقى عايزه تعرف حاجات اكتر من كده. طب والراديو ماله؟ طب والمواقع وحاجات زي كده. فبدانا نطور شويه وبدانا نتوسع في حاجات ما كناش عاملين حسابنا عليها. يعني بصراحه اكتشفنا ان جمهور الكوره كتير. طب ما انا اقدر اغطي مدحت شلبي برضو زي احمد موسى، يعني اخد كل الناس دي كمان واغطيها. فبدانا نشتغل، بس اللي بنحاول دايما نطبقه، وده اللي ممكن يخلي تجربتنا اتمنى ايا كان هي تنتهي على ايه، انها تتحول هي نفسها المرجع، انه يا جماعه احنا نقدر ندي كونتنت كويس جدا من غير ما نضايق حد، من غير ما يجي لي تكذيبات كتير، من غير ما حد يقول دي مش هي دي الصحافه اللي المفروض تعبر عن الناس. بس برضه هتواجهنا حته ان احنا ولا مره عملنا حاجه علشان يجي لي ترافيك بس. انا ممكن ادي وانا عامل كتاب اسمه كتاب صفر عن الموضوع ده، ممكن اديكي 10 امثله دلوقتي على حاجات بتعملها المواقع عشان تعمل ترافيك، بما في ذلك انه ينزل الخبر وينزل نفيه وينفي خبر هو اللي نشره من غير ما يقول ان هو اللي نافي الاولاني، عادي جدا يعني، وموضوع انباء عنه والحاجات دي كلها. ف احنا بنحاول. وعارف ان في ناس بتنزل نفي بس على فكره، ما بينفي حاجه ما حصلتش. يعني يقول لك مثلا احمد امين ينفي علاقته بياسمين صبري، ما دي حاجه مستحيله اصلا. فانا مع انا اتزنقت. ايوه لو قلت انا ما نافيتش يقول لك يبقى انت قلت. طب بس انا ما قلتش يبقى انا فيه. طب انا انت بادئ نافي، طب انت عامل ايه؟ ف يعني لازم تجيب سيد ياسمين صبري. يعني حصل ربك، انا حاسس خدت بالي حصل في طاقه كده ظهرت في المجال، ناس وش احمر وناس تبالي، بس الحمد لله مايك ام بي سي مش عندي فانا براحتي. طب انت بتنفي ولا بتاكد؟ ما انا بنفي علاقتي بياسمين دلوقتي حالا من موقعي هذا. وعلى فكره اتصلنا بيها. لا خلاص مش لازم. اتصلنا بياسمين و اهو اعلام دوت اورج هيوديني في داهيه حالا. والتزمت الصمت. لا عادي كنسلت عليه. ده صحفي يا فندم، هو عارف بيعمل ايه. هي كنسلت قال لي التزمت الصمت وعملت له انفول على الانستغرام. طيب خليني ارجع استاذ احمد، عشان انا بحاول اعمل يعني ريكاب للحضور لمفاهيم التربيه والدرايه العالميه اللي اخذوها على مدار اليومين. فاتكلمنا برضو عن فكره التوعيه الاعلاميه واستخدام وسائل الاعلام لرفع الوعي عن قضايا مجتمعيه او بيئيه او ثقافيه او كده. فانت عملت حملات توعويه، حمله 100 مليون بتاعه فيروس سي، وحمله جيل بكره يكبر بصحه بتاعت سمنة الأطفال، وحطيت فيها برضو الفكاهة وحطيت فيها الدم الخفيف. فالموديل ده برضو بتاع الحملات التوعوية، لو احنا هنعمل محتوى زي ده، لو مشاركين حابين عندهم أفكار لده وعايزين يعملوها، ممكن تدينا ايه برضو تيبس يعملوها أو لا؟ هو طبعا هو السؤال ده اظن يبقى يعني للاستاذ محمد اكتر، لان هو رجل يعني تسويق وصحافه. انا في الحقيقه
الناس بتخلط شويه ما بين برضو البياع وصانع المحتوى. انا صانع محتوى في المحتوى بتاعي، لكن في الحاجات اللي زي كده انا طبعا انا شاركت في فكره الحمله بتاعت الاطفال، لكن في النهايه ما اقدرش اقول نصايح للحملات التوعويه. يعني والحقيقه انا بعترف يا جماعه ان الممثل هو بيبيع حاجه ناس تانية صنعوها، يعني خلينا بس نبقى معترفين، هو كل الفكره ان الناس بتثق تشتري منه بس، فهو بيبقى معاه منتج ناس تانيين تعبوا قوي، مصنع كبير صنعه، طلع مثلا موبايل او طلع بتاع، وهو عنده حته كده دمها خفيف، عنده شويه قبول زي ما بيقولوا، فبيبيع المنتج ده. ففي كده من سبحان الله الناس تشتري من الشخص ده، تشتريش من الصانع نفسه. فاستاذ محمد ممكن تكلمنا شويه عن حملات التوعيه علشان خاطر انا مش اهل لذلك. انا اقدر اكلمك. هو يعني هاكم من سؤالك يا استاذه سلمى انه انا مش عارف مين اللي كان بترشح قبل احمد امين وبيومي فؤاد مثلا في حبه 100 مليون صحه، مش عارف، بس اللي انا اقدر اقوله لك ان اختيارهم هو تطبيقا للي احنا بنتكلم فيه في التربيه الاعلاميه، انك مش هينفع تجيب وجه اصلا عنده مشاكل، عنده دايما اشاعات وخناقات، عنده علاقه مع ياسمين صبري، وتدي له حمله زي دي. تمام، يعني طبعا ده احنا بنهزر يا جماعه عشان بس هتلزق اصلا والله تلزق يعني يعني ماشي، بس استفدنا حاجه النهارده. يعني هنا النقطه بقى ان هنا لو قعدنا فعلا مع اللي بيعملوا الحملات هنلاقيهم اكتر ناس بيعانوا من غياب المحتوى الايجابي، لانه لما بيجي هو يعمل حمله ايجابيه ممكن يلاقي نفسه لا انا ما اقدرش اجيب مثلا فلان ده لانه ده لسه عامل كليب طالع فيه لابس لبس معين، او لسه عنده خناقه مع كذا، او يعني او عنده خناقه اجتماعيه، لان الخناقات الاجتماعيه بتاثر جدا جدا في الموضوع ده. انا كان عندي تجربه في عالم سمسم زمان، انه كنت بشتغل يعني في عالم سمسم، مش انا اللي كنت بلبس نمنم بس، يعني كنت بشتغل في عالم سمسم حاجات تانية، انه كان الفنانين الضيوف الشرف طبعا لو كان احمد ساعتها كان موافق كان طلع طبعا اكيد في كل الحلقات، انه ما كان في ضيف كان عنده مشكله مع مراته يعني، فما ينفعش يطلع في البرنامج ضيف شرف، يعني ما ينفعش، لانه الام وهي بتتفرج مع الابن او كده هتبقى مستاء انه جايب، حتى لو الابن نفسه مش عارف. المشكله كانت ظاهره اعلاميا يعني. طب ده مصر كلها كانت بتتكلم عليها، انا اخدت فيها انفرادات كتير ساعتها. هنا اللي بيعمل الحمله او بيعمل البرنامج بياخد باله جدا من حاجات يمكن احنا كصحافه واحنا بنكتب عن الفنانين وما بناخدش بالنا قوي، بنبقى قاصين شويه في الاخبار اللي بنكتبها عليهم، ما بنعرفش ان دي هتوصل. بس فعلا كل ما يكون المحتوى الايجابي بيزيد، كل ما يكون سهل استخدام الصناع هذا المحتوى ممثلين وغيره في التربيه الاعلاميه الحقيقيه، في انهم يعملوا فيديوهات حتى للمدارس وخلافه يعني. طيب سؤال من الاسئله العامه شويه، مين منافسيك؟ يعني سؤال من الاسئله بقى اللي هي منافسيه. مش عارف يعني، يمكن دلوقتي مثلا عشان انا بعمل مسرح فالناس بتقارن ما بين المسرح اللي بقدمه مثلا ومسرح مصر ومسرح مصر، ما يعني فيش مقارنه خالص. لا بس يعني هو مسرح ومسرح يعني ما في يعني ما فيش مقارنه يعني طبيعه محتوى. طبيعه محتوى وطبيعه تكوين فرقه ما فيش خالص، بس برضو الناس عندنا ستيريوتايب معينه، ودي حتى على عيب من عيوب الصحافه برضو انه بيسال اسئله مكرره في الحتت دي. لا هو مفهوم المنافسه برضو مش عارف ليه مهم جدا عند يعني دايما لازم يبقى نقول تاني مفهوم المنافسة مش عارف بيبقى مهم جدا، معرفش دايما الناس بتقعد تقارن، حتى مثلا لما يبقى في اتنين كوميديانات في عمل واحد فلازم يتقال لا فلان افضل، لا فلان تفوق، على لا فلان علم، على عندنا حتة كده ما عرفش ليه، ولو ان انا بلاحظ ان وحضرتك صلح لي بقى في الصحافة العالمية ده بيحصل، بس ما بيبقاش سائد ان لما بيبقى في ثلاث ممثلين او مجموعة ابطال في عمل واحد انه بيبقى في فكره انه مين كان افضل جوه العمل، خاصه لو البروفايل بتاعهم متشابه. ممكن تفيدني في الحته دي؟ لا ما اظنش ان ده بيحصل، لانه هناك بيهتموا اكتر باخبار اللايف ستايل بتاعت الفنانين واخبار الفيلم نفسه وايراداته ومضمونه، عشان كده اعتقد ما فيش يعني، يمكن انا مش مطلع 100% بس ما فيش فنانين بره بيتخانقوا على اسمهم وترتيبهم في التتر. كويس، او ان هو انت ليه دي بتبقى محسومه باتفاقات وايجنسيز وما بتتغيرش بعد كده عشان فنان معين غير رايه او حاجه زي كده. هما بيبنوا قوه الفيلم على انه انسامبل يعني انه في ناس كتيره مجموعه كويسه، فده في نقطه برضو اعتقد احمد بيتعرض ليها لما بيطلع ضيف شرف في افلام، فلازم انت ليه طلعت ضيف شرف في الفيلم ده ما طلعتش في الفيلم الثاني، مع ان الموضوع ما بيبقاش واخد كل الجدل ده، فستيريوتايبز السلبيه دي لازم تنتهي يعني، عشان ده كمان ساعات بيخلي الجمهور نفسه عنده تشويش
وبدل ما نشغل بالعمل نفسه بنشغل بالخناقه اللي ما بين الفنانين بينهم بعض، حتى لو كانت الخناقه نفسها مفتعله. ده لا يعني، ده لا ينفي ان في خناقات مش مفتعله وبيبقى في مشاكل فعلا خصوصا بين النجمات اكتر من النجوم، ولكن الصحافه احيانا والسوشيال ميديا بتعمل ده. انا في ناس على السوشيال ميديا دلوقتي قاعده تشوف مين عمل انفولو لمين من الفنانين على الانستجرام، دي حاجه غريبه جدا يعني، يعني او ممكن تتعمل مره بتاع، لكن مش كاننا عمالين نراقب بعض يعني. دي برضو السوشيال ميديا فرضت علينا قواعد او فرض علينا اسلوب متابعه واسلوب ملاحظه غريب ومفتعل يعني، وبيروح لاماكن ومناطق اخرى يعني ما بقاش احنا متوقعينها واحنا بنبدا فيه. طب لو هسال نفس السؤال لموقع اعلام دوت اورج، يعني ايه النماذج الثانيه او المنافسين او النماذج الموجوده في مصر او حتى في الوطن العربي اللي بتعمل نفس ال... لا احنا 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 انت هتربي عضلات على الاخر، تاخد جابه بعدين لو سمحت عشان اشوف شغلي. على فكره التقرير كله هيبقى 3 دقايق في ام بي سي في الاخر يعني بعد كل ده. يعني حتى الان مفيش منافسين في اسلوب الكتابه، لكن يعني بعض يعني بينافسني اي حد ممكن يسبقني في حاجه هي تخصصي او حاجه انا اللي متميز بيها. يعني انا خلاص متميز في مجال الميديا اكتر، في مجال المحتوى يعني. انا مش بحب ادي المثال ده كتير جدا، كان اول مره الناس تعرفنا قوي في رمضان 2015 لما جبنا اسامه عبد الله. يعني ما كانش الناس عارفه اسامه عبد الله اللي هو بتاع اعلان سكنشايزر كويس. واحد طلع في اعلان الناس كلها اللي هو بتاع دحلاب دحلاب ده، الناس كلها بتقول مين ده مين ده، فاحنا عرفنا نوصل له ونجيب معلومات عنه. دي كانت بدايه يا جماعه ان الصحافه ممكن تجيب معلومات عن بني يعني فنان طالع بيعمل حاجه والناس عايز تعرف مين ده، من حقه، مش نقعد ندور بقى بعدين اسمه مين وحاجات زي وحاجات من هذا القبيل يعني. فالنوع ده من الماده انا بحاول افضل متميز فيه. في ناس بيحاولوا يقلدوه، في ناس كلته مننا، ما كانش حد بيهتم اصلا بالمجالات اللي زي دي. لكن ما اظنش ان لسه في منافس الا من يعني بعض الاقسام في المواقع المختلفه اللي بتكتب في مجال ال قصدك النوع ده كفيتشر ولا كمحتوى كالقاء ضوء على يعني ان انت تجيب الناس اللي هي الناس يعني وجوه جديده مثلا مكان يعني مثلا في ده اللي صار كان في قصر معين بيطلع فبجيب معلومات عنه. النوع ده من المحتوى الصحافه ما كانتش مهتميه بيه قبل قبل المواقع الالكترونيه ما تبدا، وحتى المواقع الالكترونيه لان معظمها عام واحنا برضو بنعاني من غياب التخصص عموما في مصر في الميديا، فبيبقى في حاجات ممكن انا نفسي لو عرضت الفكره دي على موقع عام يقول لي لا مش وقته، شوف لنا بس محمد رمضان هيعمل ايه الاسبوع الجاي يعني. طب ما هو ده برضو حاجه الناس عايزاها. فالجمهور اكتر واحد متضرر انه بيفقد حاجات هو محتاجها يعني. ممكن كل بيقدمه احمد استاذ احمد ما عند الهرم ما بيتعرفش كويس الـ يعني يكون في ناس كانت محتاجاه بس ما كانش حد عارف يقدمه الا ما هو جرب ونجحت. فبتعاني صناعه الميديا في مصر عموما من عدم دراسه الاحتياجات. ما حدش بيقول الجمهور عايز ايه، ما حدش بيقول انا زي ما انا محتاج موقع سياسي اخباري محتاج جنبه موقع فني محتاج موقع ثقافي، كل ده يبقى موجود والناس هي اللي تعمل الوجبه بتاعتها يعني. طيب يعني هبني على اخر ممكن تقولي وانا هترجم للام بي سي عشان ما ممكن احط في النص ونقرب كده هنطفي المايك. بناء على حته ان محدش عارف السوشيال ميديا يمكن بيبقى الميزه فيها ان احنا بنقدر نتابع الفيديو ده جاله كام لايك وكم شير وكم. هل الحاجات دي بتبقى مسليدنج، بتبقى مضلله؟ يعني انا ممكن يبقى عندي عدد شير كبير ويبقى يعني معمول من او عدد لايكات او كومنتات كبير من عدد قليل من الناس، فازاي الستاتستكس دي ده سؤال عميق جدا بس هسيب استاذ احمد امين يجاوب عليه. بص اقول لحضرتك اولا اصل كلمه مضلل عن ايه، اذا احنا لازم نحط مع بعض دلوقتي شويه معايير اولا لفكره ان هل المحتوى الجيد من المحتوى اللي مش جيد والمحتوى اللي مطلوب من المحتوى اللي مش مطلوب. يعني مثلا لو واحد بيعمل فيديو بيهزر خالص وليس له اي قيمه وبيتكلم في موضوع مكرر بس دمه اخف فبيقول نكته احلى فاذا بقى ده فيديو انترتيني انا هتفرج عليه وهضحك ومش منتظر منه ما هو ابعد من ذلك، وهو مرتبط بترند بواقعه حصلت بمباراه مثلا امبارح بلعيبه زحلق في مباراه
اذا عمر الفيديو ده قصير جدا. فانا ما اقدرش اقول ان انتشار الفيديو ده مضلل ولا لا، هو في اعتبارات كتير جدا ورا انتشاره بناء على الارقام اللي موجوده فيه بالظبط، الوقت وطبيعته والترند وشبه ايه ومش شبه ايه وهل هو مختلف ولا لا وظهر في انهي دايره. يعني خلاص بقى التكنولوجي تتدخل هنا، يعني ظهر في انهي مجموعه في انهي نتورك. يعني مثلا انا ممكن يكون دعمني جدا في بدايه ظهوري في الفيديوز اللي انا عملتها ان انا ليا بعض اصدقاء من الوسط الفني، اصدقاء من قبل كده عشان انا كنت بكتب ومش عارف ايه وصحافه، فابتدى بعض الناس من الوسط الفني يشيروا الفيديوز بتاعتي يقولوا ايه ده فابتديت مثلا احظى باهتمام واحترام نوع مختلف من الفانز، مش الفانز اللي هم في المطلق اكتر من المتخصصين او المخرجين او جهات الانتاج شويه مثلا نقدر نقول عليهم نيش. ده اولا. ثانيا التضليل بيجي برضو من بعض الفيديوز اللي بتبقى محطوطه من جهات مدعومه او جهات كيانات اعلاميه، زي مثلا دي ام سي لما تحط، احنا عادي ممكن نذكر امثله، انت ذكرت امثله صح؟ لا قصدي زي ام بي سي زي مثلا لما حاجه عظيمه زي ام بي سي او اي قناه، يعني سواء كانت النهار ام بي سي دي ام سي بيحطوا فيديو، فاحيانا بيبقى سبونسر، بيبقى مدفوع ان هم يدعموه او اي شركه اي اعلان فبيبقى مدعوم. فطبعا الناس المتخصصين في السوشيال ميديا بيبقى وفي الكونتنت في نفس الوقت بيبقى عندهم شويه قرايات ان لا الكونتنت ده نجح فعلا يا جماعه لان في احتياج ليه دلوقتي سواء كان انترتينمنت او كان معلومه او خبر. والناس اللي عندهم خبره في السوشيال ميديا وقرايه للاستاتستكس يقول لك لا عدد اللايكس وعدد الشيرز وعدد التعليقات، ساعات التعليقات تبقى كلها سلبيه والفيديو عمال ينتشر. هسألك عن فكره التنمر اونلاين او التعليقات القاسيه اللي ممكن تبقى بتجيلك على الفيديوهات او الحاجات اللي بتحطها. ممكن لو حد من الحضور عمل فيديو وتعرض لده انت كنت بتتعامل معاه ازاي؟ طب بص هو ما زلت طبعا هو يعني دي نقطة مهمة جدا لأي حد بيعمل محتوى. هو الحقيقة واحدة من فوائد المحتوى على السوشيال ميديا أو على الديجيتال بلاتفورمز هو موضوع التعليق، قراية ردود الأفعال. قبل عمل المحتوى السوشيال ميديا مفيدة جدا في قراية الريليفنسي، قراية بنسبة مش سيئة نسبة كويسة إن المحتوى ده الموضوعات اللي انا هختارها دي قريبه من الناس ولا مش قريبه. بيبان من الحاجات اللي الناس مهتمه بيها اللي بتتقال على فيسبوك اللي بتتقال على تويتر. لكن نيجي بقى على موضوع التعليقات. مع الوقت اللي بيستوي عند الواحد التعليق الايجابي مع التعليق السلبي، لان الاثنين ممكن يقوموا بدور مضلل لصانع المحتوى. لان انا مثلا بلاقي تعليقات ايجابيه بشكل يلخبط، يعني انت هتبقى اعظم مش عارف ايه. طب ما خلاص كده، يعني انا لو مشيت ورا ده زي بالظبط لما همشي ورا انت دمك تقيل ومالكش قيمه في يعني دي مضلله ودي مضلله. في النهايه الحل عند اي حد بيصنع محتوى سواء كان خبري او علمي او ترفيهي ان هو يبقى عنده هدف واضح، ان هو يبقى عنده رساله واضحه. فبتبقى بتتحول الرساله دي الى البيت، الى البيز، الى يعني المستقر. فالنجاح والفشل ما يخرجنيش من البيت. وابتدي مع الوقت اكتسب، وده اللي انا بحاول اتعلمه دلوقتي، ان انا اكتسب مهاره قرايه الانتقاد الايجابي من التعليقات السلبيه. يعني ابتديت اشوفهم، اشوف مثلا حد بيقول امين عامل حاجه حلوه بس فيها بعض الحاجات المكرره. فالتعليق ده لما بيبقى بالنبره العقله دي ويتكرر بشكل ما مع شويه تعليقات ايجابيه مع قرايتي للكومنتات دي خليني ارجع لفريقي اقول لهم يا جماعه احنا وقعنا في فخ التكرار في العمل الفلاني. فواضح ان ده في ناس بتقول ان في تكرار وده تعليق يعني يحترم. لكن بقيه الحاجات بقى لو مثلا بتبقى شتيمه بس او شكر بس ما ينفعش بقى انا التفت ليهم لانه ما يعني مش هنستفيد اي حاجه. لا تشتيت بس يعني. طيب استاذ محمد، هو لازم في رايك يعني النماذج اللي زي احمد امين وزي مثلا قبل كده باسم يوسف او الدحيح او احمد كلهم بعد كده بيروحوا للتلفزيون، هل اعلام دوت اورج بالضروره لازم يعمل ده او لازم يفولو بنفس الشكل؟ هو اولا موضوع ان بيطلع من النت ويروح التلفزيون يعني دي برضو اعتقد بعد مرحله الموج الهادر هيبقى يعني ممكن يفضل الموج هادر تاني
ممكن تحضريها بقى على جنب علشان بيستخدمها كتير. يعني ممكن بعد شوية، لا ممكن بعد شوية أحمد منصة إلكترونية تتفق معاه ويبقى حصر عندها ويبقى عنده جمهور كبير برضو. إحنا بس عشان لسه مش عارفين إحنا رايحين فين، مش عارفين التلفزيون متشاف أكتر ولا الأونلاين متشاف أكتر. لكن إحنا كإعلام دوت أورج أنا محتاج التلفزيون. لما فعلا بعمل تقرير والتلفزيون بيجيب سيرته أعتقد بتفرق معانا نفسيا ومعنويا وفي الانتشار في المرحلة دي. لكن لو تقوليني انت بتتمنى ايه، انا بتمنى بقى انا كل حاجه، بتمنى بقى عندي منصه فيديو بتاعتي وعندي راديو وعندي بودكاست وعندي كل حاجه وبحاول اعمل ده، لكن الامكانيات مش مساعده كويس. لكن ده اللي المفروض يبقى فيه، يبقى موجود بعد كده، يبقى كل وسيله اعلاميه براند لوحدها تقدر انت تتعامل معاها، ما بقاش كتير 100 موقع ومش عارفين في الاخر كلهم بيقدموا ايه، كل واحد منهم بيحاول يقلد التاني او ده كويس في ده ومش كويس في ده. اعتقد حتى برضو على مستوى الفيديوهات الفتره كل شويه بيحصل فرز، والاسامي اللي موجوده دلوقتي وده دور من ادوار احنا نحاول دايما نعملها. احنا كل فتره نعمل قوائم مين اللي موجود، مين اللي تراجع، مين اللي عنده فورورز اكتر، تقييمنا كمان للفورورز ده. لما يحصل بقى يعني التربيه الاعلاميه دي توصل كمان للجمهور اعتقد المعادلات هتتغير. يعني الاربعه من 5 مليون اللي بيروحوا مثلا لوجه جديد لمجرد ان هي بتنزل صورها وهي صاحيه وهي بتاع والكلام ده وشاف اخر بقى جالها اعلان لموبايل والكلام ده كله، ده لازم بعد شويه يتغير. وحتى لو ما اتغيرش رقمي هيتغير في التاثير، وان كان التاثير موجود لحد دلوقتي. صورتي وانا صاحي جابوا لي اعلان فيروس سي ففهمت هو المشكله فين. اصفر شويه لك ايوه حلو ده اكيد عنده مشاكل فين. يعني احنا امبارح كان عندنا محاضره بتاعت محمد جلال الدين كان واخد مثال البريك، كون ان البريك داخل في بيدرس دلوقتي البريك، يعني كل ان البريك داخل في كنا بنهزر اصلا بيديك نموذج لاستخدام علاقه البراند بالكونتنت. يعني فانا ممكن مثلا فيديو الشعر اللي هو كان عمله في 30 من 30 ثانيه عامله اعتقد دلوقتي داخل في 4 سنين لو لقيته قدامي هتفرج عليه. فبرضه رد على السؤال اللي قبل كده هو بتاع الفيوز، الفيوز ممكن تبقى زياده بس مؤقته والفيديو محدش يرجع له تاني، لكن الحاجات اللي بتعيش هي اللي بتكمل. برضو بعد مرحلة الفوضى ما تنتهي اعتقد محتاجين نقعد بقى ونحلل ده ليه كمل وده ليه ما بقاش موجود، وده على مستوى الصحافة صناعة الكونتنت المكتوب. لان برضو ما انا ممكن اعلام دوت اورج اوقف فيه كل الكونتنت المكتوب واخليه كله كونتنت مكتوب فيديو، يعني اللي هو فيديو جراف والناس برضو بتتفرج عليه ومحتاجاه، بس يحصل إعادة يعني تنظيم، ما يبقاش كلنا بنعمل فيديوهات زي بعض وكلنا بنعمل صور زي بعض حاجات زي كده. يعني استنك طيب هسأل سؤال عام شوية بعيد عن موضوع، سؤال له علاقة بالحريات، الحرية المسؤولة والحرية الغير مسؤولة. هل أنت أستاذ أحمد أستاذ محمد يعني بتؤمنوا بالمبدأ، يعني فكرة حرية مسؤولة وفكرة حرية غير مسؤولة، فكرة ممكن أجي أشتم فيك أو كده وأقول أنت حرية ولا لأ، يعني الديبيت ده إيه رأيكم فيه؟ لا 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 طبعا حرياتي بأحمد أمين معروفة حريات لا يا سلام لا طبعا هو ديبيت فعلا مستمر جدا، والمشكلة ان احنا حتى على المستوى الشخصي ما بناخدش فرصة ان احنا في الفترة دي ان احنا نراجع نفسنا، يعني مش في مراجعة ذاتية دلوقتي. بس خلينا اقول تجربة، انا كنت يعني في 2000 بدأت اكتب لمواقع الكترونية في 2003 يعني 16 سنه دلوقتي، كنت بكتب لموقع سعودي وكانش فيه سوشيال ميديا، فكنا بنسيب الايميل بتاعنا تحت الاخبار، فكان الهوس بتاع ان ايه ده في خبر يعني اللي هو يسمى دلوقتي فضيحه يعني كويس، انا ماليش دعوه ما دي صوره الفنانه انتشرت انا ماليش دعوه. فنشرت كذا حاجه من الحاجات دي، فكان بيجي لي يعني ايميلات معنفه يعني اللي هي كانت مكان التعليقات دلوقتي، وان واحد يبعت لك ايميل دي حاجه جامده جدا. انا بقول يعني قلت بعد كده بقول انا يعني زعلان، يعني زعلان انا عملت كده ساعتها، او يعني يمكن دوري انا بقى مع الزملاء الشباب اللي شغالين معايا دلوقتي انه لا ان انا اعمل كنترول انه لا ما نعملش ده، وان احنا ما نعملش حاجه كمان سنه تضايقنا او تفضل مضايقه المصدر طالما انا اقدر اتجنبها، طالما الموضوع ما تحولش القضيه لازم اكتب عنها حاجه رسميه. يعني فالمفروض ده يبقى دورنا احنا كصحفيين حته عموم، طبعا بتكلم بشكل عام الحريه المسؤوله، خبر سياسي خبر اقتصادي خبر فني عارف ان انا لازم اغطيه صح، كمان باجي ما احطش عنوان غير المتن والحاجات دي كلها، او يعني دي حاجه المفروض تبقى احنا بنعملها. لكن في ساعات بضطر
يعني قليل جدا اعمل ده علشان ما هو انا لو ما عملتوش الناس مش هتجيلي برضه. فلو لحد اللي بيعمل ده لما يقف ويقف من غير ان هو يتمنع يعني يقف ان هو يتقيم يعني ده هيفضل يعني محاولات ذاتيه مني. لكن ساعات في الاخر ممكن نقعد نقول طب احنا استفدنا ايه بقى يعني نعمل سمعه حلوه بس مفيش دخل. ففي الاخر اللي بيلتزم بده هو اللي ممكن يتعثر واللي مش ملتزم بيفضل مكمل لحد دلوقتي. الحريات هو الـ بالنسبه للحريه المسؤوله يعني انا ببقى بيتهيالي ان الموضوع الاول بيبقى اختيار من البدايه بعد كده بيتكون مع الفنان. انا بتكلم على الفنان بقى مش عن الصحفي او عن صانع المحتوى يعني بيتكون مع الفنان او مع صانع المحتوى علاقته بالمجتمع علشان يعرف ايه هي المسؤوليه. يعني ان هو من البدايه الاول بيقرر انا بعمل انا مهموم بالناس عاوز اغير عاوز اخد الناس لخطوه افضل سواء كان في الذوق سواء كان في المعرفه سواء كان في الصناعه نفسها. يعني على مستوى الصناعة مثلا على مستوى المواهب يعني هل مثلا المشروع اللي أنا بقدمه هل همد إيدي المواهب جديدة وهظهر مواهب جديدة فيبقى ده جزء من مسؤوليتي. من عندي حرية أن أنا مثلا في الشغل حالي أن أنا يبقى فيه نجوم والقناة تسمح لي وحابين وكده بس أو أن أنا أكمل بالوجوه اللي كانت معايا قبل كده اللي نجحت. فأنا عندي الحرية دي فأنا من البداية كده اخترت أن أنا لا أنا معلش أنا هبقى مسؤول. فالفنان من الأول كده لازم يبقى واخد القرار ده أنه هيبقى مسؤول يعني دلوقتي او حتى بعدين. والحاجه الثانيه ان هو ابتدي بقى يتكون معرفته بالناس انه هم محتاجين ايه علشان خاطر ابقى انا هبقى مسؤول عن ايه النواقص اللي في المجتمع او عند المتلقي اللي انا محتاج اكملها له. فبتهيالي ان احنا محتاجين حريه مسؤوله بس هي ما بتتفرضش ومش معنى كده ان الحريات المطلقه وحشه وبتاع لا هي بس محتاجة تتكون بالمكونين دول مع بعض. طيب المتعرف عليه ان اي حاجة اونلاين بالعربي بتبقى موجهة للجمهور العربي في المطلق مش المصري بس. فهل اعلام دوت اورج والبرامج بتاعتك اونلاين كانت موجهة لده وهل عندك جمهور عربي وتعرف تتابعه وتقيس معايير المشاهدة ونسب المشاهدة وكده؟ وجاب وقول حاجاتي برضو بالمرة عشان انت عارف اصلا هو استاذ احمد عنده جمهور عربي اكيد واعتقد انه بعد النجاح بتاع السيزون الاولاني من امين وشركاء هيبقى في جولات كمان مسرح عربيه باذن الله وفي انفتاح لده خلاص كده خلاص تمام قول حاجتك انا عندي 80% من القراء من مصر الباقيين من دول تانية. في نقطه هنا خادعه عمرك ما تتاكدي منها بسهوله يعني انا عندي حوالي 12-13% من السعوديه بس ممكن يكونوا مصريين عايشين في السعوديه ما بيقولوليش او لا قالوا لي ان هم يعني سعوديين ولا لا. فدي نقطه مهمه لكن ما اظنش ان هيبقى عندي جمهور عربي لان انا شأني محلي جدا ما بكتبش على الاعلام ما عنديش امكانيات اكتب عن الاعلام العربي. ممكن لو قارئ عربي هيدخل عندي بيدخل عشان يكون سمع عن ازمه اعلاميه او هو بيحب عادل امام مثلا فانا منزل له مواعيد مسلسل عادل امام او مثلا عارف ان في خصوصا الكوره بتجيب جمهور من جنسيات مختلفه الكوره بجد يعني حاجه محتاجه اعاده دراسه جمهورها ده غريب كويس. ممكن يبقى داخل عشان مثلا يكون في ما بين نادي ونادي والنادي ده ليه جمهور في بلد تانية فبيخش يشوفه لكن لا لسه احنا جمهورنا يعتبر يعني محلي عكس جمهور الفنان احمد امين. طيب أو أنا عندي أسئلة كتير زي ما شايفين بس حاسة أنه ممكن يعني نخلي المشاركين يسألوا أسئلة برضو ونرجع تاني فتحبوا نعمل كده؟ طبعا. طيب احنا معنا ممكن ربع ساعة للأسئلة لو حد عنده سؤال ممكن نبتدي كده نمشي في القاعة المايك بس حد مع المايك اللي بيتنقل. طيب اتفضل بس علي صوتك بقى لحد ما يجي. السؤال موجه للاستاذ احمد امين مع حضرتك كمان يعني في مجال الفن هل حضرتك شايف ان الفن بياخد دور او المسؤوليه المجتمعيه او بقى ليه اتجاه اخر للحديث؟ لان نشوف حاجات مختلفه عن المجتمع بتاعنا الفن ممكن يتناولها بطريقه جميله حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ ممكن تعرف نفسك بس فرحات كليه اعلام جامعه النظر في مصر
اهلا وسهلا. هو بص، هو ما اكذبش عليك، هو في تقصير بصراحه في المنتجات الفنيه اللي موجوده دلوقتي، في دعم ما يحتاجه المجتمع من قيم ومش عارف ايه، ما فيش شك يعني، وفي سعي اكتر ورا الجانب التجاري والحسابات التجاريه طول الوقت. وانا شخصيا بقع في الفخ ده من وقت للتاني، فساعات بعمل حاجات انا ببقى بحاول اخليها كويسه، ولكن للاسف علشان هي جزء من قناه وجزء من جهه انتاج وجزء فبيحصل بعض التنازلات، بزعل وبرجع في العمل اللي بعده اشوف ازاي اتفاداها علشان خاطر يعني ااكد على موضوع الرساله والمسؤوليه اكتر من الحسابات التجاريه يعني. بس في النهايه يعني أما هو صانع المحتوى أو الفنان برضو هو في مزنة يعني، مش عايزين برضو نتكلم من يعني أنا عندي أخطاء، بس برضو مش عايزين نتهمهم طول الوقت بأن هم عادين بيعملوا حاجات على مزاجهم، الناس بس بتحبها وبياخدوا فلوس وانترتينمنت وخلاص. هو في مزنة، هو محتاج جهات دعم وخروج أعمال لها قيمة. ده يعني مزيج من صناع قرار، كذا صانع قرار، حاجات اللي علاقة بالقائمين على ملف الإعلام في الدولة والقنوات نفسها كناس مسؤولين عن هذه الويندو، منتجين وبيقدموا محتوى للناس، وفنانين ومؤلفين وكل يعني هي منظومة على بعضها. احنا عندنا في مصر للأسف في حتت على بعضها كده مش موجودة في الصناعة، يعني ده مؤاخذة ام بي سي، مش موجودة بالكامل في الصناعة. فزي مثلا فرصة ظهور المواهب في مصر، فإحنا ما عندناش فرص حقيقية لظهور مقارنة مثلا بأمريكا. أنا بالسمع ولما سافرت مثلا وقعدت هناك بقى أشوف إيه بيحصل، إيه الفرق، أنا كنت متغاظ عايز أعرف إيه الفرق. هناك مثلا في إذاعات محلية، في كوميدي كلابس، في مسارح هواة، في مسارح كبيره، في مسارح اوف برودواي، في مسارح اوف برودواي ده كان مثلا على نيويورك لوحدها، وفي برودواي شخصيا، وفي معاهد، وفي اكاديميات، وفي اكاديميات مجانيه، وفي اكاديميات بفلوس. كل دي فرص وكلهم مفتوحين على بعض، فكل اي حد بيدخل اي واحده من دول، في ناس يعني شغلتهم ان هم يدوروا طول الوقت في كل الاماكن دي عشان عايز موهبه، وعاوز ينقل موهبة من مثلا من مسرح لسينما، او من مسرح صغير لمسرح كبير. يعني انا حضرت مثلا عرض اطفال، في 5 أطفال بيعزفوا وبيمثلوا وبيغنوا، فهم اللي بيعزفوا. وبعدين عرفت ان القانون هناك ما بيسمحش ان الاطفال يشتغلوا فول تايم، فالفرقة دي في منها 3 يعني اللي انا شفتهم على المسرح دول. انا هنا مثلا في مسرحي عندي مسرحية فيها طفلين، انا تعبت جدا علشان يبقى عندي طفلين متدربين وجاهزين علشان خاطر فاحنا عندنا مناطق كاملة هنا فيها نقص. فمش عايزين نظلم الفنان انه مش قادر يقدم عمل متزن ومش عارف ايه، ولا نظلم صناع القرار اللي هم فوق الفنانين او النقاد او خلافه. هو احنا محتاجين كلنا كده نتعاون مع بعض علشان خاطر الاجزاء اللي ناقصة في المنظومة تكتمل. يعني عارفش جاوبتك ولا قعدت افضفض؟ توهتك شويه صح؟ طيب اتفضل فوق. محمد وليد، رئيس كليه الاعلام جامعه القاهره. انا سؤالي للمنصه، يعني احنا ازاي نقدر نفهم التناقض في الجمهور، اللي هو مثلا لما بيطلع كليب لمحمد رمضان فالكليب ده بيقعد ترند فتره كذا يوم، وفي نفس الوقت بيعمل فيوز عاليه جدا مثلا لمحتوى تاني راقي زي مثلا الدحيح او ايجيكولوجي. مثلا لما تكون في حفله لعمر خيرت بتكون مثلا فيها الاف من الحضور، يعني الشباب دي بالنسبه كبيره من الشباب منهم، في نفس الوقت الشباب دول هم نفسهم بيسمعوا اغاني مهرجانات وبيرقصوا عليها وبيحبوها قوي، فازاي احنا نفهم التناقض نفس الشخص الواحد مع ذاته انه بيتفرج على مضمون راقي ومضمون ممكن يكون هو انت بتختار الاسئله اللي انت يعني لا هو الاستاذ سالني انا شخصيا، هو الاستاذ سال المنصه مش حضرتك المنصه المنصه معرفه انا المنصه ما اعرفش. بعدين بيقول لك تناقض، يبقى مين يعني انت ما يعني هي دي ازمه، يعني ازمه غير مفهومه. وخلينا نقول ان احنا واحنا حتى بننتقد المهرجانات او محمد رمضان، احنا مش هدفنا ان احنا نقلل الفيوز بتاعته، احنا طول الوقت عايزين دا
ده يبقى موجود وده يبقى موجود ويبقى فرص الوصول اسرع. بس خلينا نقول ان الفن بالذات صعب ان انت تقول ان يعني انا يعني ممكن كان زمان حد يقول انا ما بسمعش الا ام كلثوم بس او كذا، لا انا بشوف انا يعني بنتي عندها 12 سنه او 13 سنه بتسمع مهرجانات، وامبارح كنا في حفله على الحجار لقيتها حافظه ذئاب الجبل، مش عارف انا شخصيا مش عارف ازاي، لان المسلسل اكيد ما دعتش في القنوات، ما بتفرجوش على مسلسلات الولاد الصغيرين عشان يقعد يركز مع الاغنيه. فده موجود وده موجود، انا شايفهش تناقض، انا شايف انه الناس بتحب كل الحاجات دي. هو بس يعني اللي ممكن نقف عنده لو في كلمات مسفه، لو ان احنا نستخدم بعض الكلمات دي يبقى هي دي الحوار بتاعنا، او ان حد ياخد قيمه اكتر من قيمته لمجرد ان هو طلع في فيديو قال انا مش جاي، او الحاجات دي اللي هو الترندات الممله اللي بتطول. ممكن يكون هو مطرب كويس وكل حاجه، بس انا بتكلم على انه ما يبقاش القيمه جياله من حاجه غير انتاجه الفني، دي نقطة مهمة. ولا ما خلصتش كده، ما حدش يرفع ايده وانا يعني انتوا رفعتوا ايديكم والاستاذ احمد امين بيتكلم. فيعني دي نقطة برضو، هنا دور الصحافة وصناع المحتوى الصحفي ان هم يعرفوا يوزنوا مين ندي ده قد ايه وده قد ايه في الاهتمام، علشان الموضوع ما يزودش، ما يبقاش واحد، لان هم لما بيلاقوا كده بيبداوا يبتكروا اخبار عن نفسهم عشان يفضلوا موجودين، وممكن يكتب الزباين ابتدت تمشي، خد بالك محتاجين ابعد عليهم بقى، حط افيهات، اعمل اي حاجه سخن القعده يا سخن الصحافه بقى، فين الشغل الصحافه بقى؟ ارجع لموضوع ياسمين، ارجع لموضوع انا خلصت. طيب في سؤال اهلا، ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ ماشي. احنا عايزين احنا اللي نسالك اتفضل. السؤال فعلا ليكم انتوا الاثنين. النهارده انا دايما بقعد ابص اللي بيحصل من ثلاث اسابيع قبل اعمل الانونسمنت الفظيع ان هم هيبهدلوا الدنيا وهينتجوا كده. النهارده اكبر كيانين في العالم داخلين في المجال بتاع الانتاج هم شركتين اصلا مش بتوع ميديا ومش بتوع محتوى، اللي هم ابل وامازون. تمام؟ واحنا بنتكلم على ارقام عمرها ما حصلت، لازم صراحه بنتكلم على مليارات هتتضخم، والهدف الاساسي اللي انا شايفه على الميجر بتاعنا، على الطريقه اللي احنا بنستهلك بيها، ومن ايه بحيث ان هم يكبروا البيزنس مودلز بتاعتهم. في كلام ان امازون النهارده بتحاول تفسح في امريكا، لسه اعلن من فتره يعني ان امريكا ان امازون هتبتدي تبعت لك علبتين على البيت، وعلبه فيها الحاجات اللي متخيله ان انت ممكن تبقى عايز تشتريها، وعلبه فاضيه ترجع فيها اللي انت مش عايزه. فسؤالي ليكم هو الميديا اندستري داخله في منحنى بتاع ديتا وتكنولوجي، يعني خناقه ما بقتش خناقه مين بيعمل المحتوى افضل، طبعا المحتوى الافضل دايما هيبقى هو المهم، بس انا اقصد الشركات دي ورا المعلومات. احنا بقى في العالم العربي والخطوط احنا بعاد جدا عن ذلك، وتناولنا لهذه الصناعه زي ما حضرتك قلت وقلت دكتور احمد، ان ما عندناش حتى حاجه بتنصر الصناعه او فرص او او او. انتوا متخيلين ده ازاي هيأثر على شغلكم في الميديا وحضرتك في صناعه المحتوى؟ بتفكروا في الامور دي ولا لا؟ طبعا يعني الاستاذ احمد عباس هو اللي خبير، هو المفروض يجاوبنا اصلا على السؤال ده. وانا الحركه اللي امازون هتعملها دي ظريفه جدا، انا اتمنى اعمل كده مع جمهوري، يعني ابعت 6 افيهات في صندوق يضحك على 2 وبعت لي الباقي بدل ما تشتمني على 6، اضحك على 2 وابعت الاربعه اللي هديهم انا اليوم زبونهم، يعني ما اتمنى اعمل كده يعني لو ينفع يعني. ف انا طبعا انا هرجع بس عشان حضرتك سالت سؤال اصله بما انك انت متخصص، فهو السؤال كان معقد بالنسبه لي شويه فهراجعه مع حضرتك. انت قصدك ان احنا هنا الجانب المعلوماتي اللي وراء صناعه المحتوى ضعيف زي ما الصناعه ضعيفه، خلينا برضو نبقى واضحين، يعني الصناعه فيها جوانب فيها نقص، فبالتالي التكنولوجي والجانب الدعم المعلوماتي اللي وراء الصناعه ضعيف، فهذا هيأثر علينا ازاي؟ انا كصانع محتوى انا هستمر، انا منتظر اصحاب القراءات ان هم يلاقوا ادوات بلدي او بتاعتنا او يطوروا الادوات اللي موجوده دلوقتي يقولوا لي بها معلومه. يعني نتفليكس مثلا بتعرف تقرا المشاهده
وبتعرف تقدم للناس هم عايزين ايه زي ما حضرتك قلت. فبالتالي المحتوى في تطور في تقدم، ومش مشغول بانه لازم يعبي الـ يعني السيرفرات محتوى قد ما انه دلوقتي بقى مشغول ان هو زي يجيبك من يعني من احسن حته فاعرض دماغك انك تبقى سعيد وتبقى عايز تستمر وتبقى مكمل اشتراكك وكده. فانا كصانع محتوى انا محتاج اتوجه، يعني ممكن اللي زي حضرتك او اللي زي الاستاذ محمد عبد الرحمن او اللي ما وراء المحتوى هم اللي محتاجين يوجهونا، وهنتخانق كالعاده يعني هنقعد، وده خناقه صحيه تمام، زي بالظبط خناقتي مع جهات الانتاج، ان جهات الانتاج عايزه الموضوع يعني طلع لنا بقى زي ما انا كنت بقول محمد سخن القعده كده وتقول مع هم عايزين كده، وانا عايز لا انا اعمل فن وعايز، فالخناقه دي هتفضل قائمه. فحضرتك هتبقى يعني في مصر او في العالم العربي هيقعدوا يدوروا على الاليات الموجوده حاليا اللي حضرتك عارفها، التعليقات والكومنتات والمش عارف ايه وشويه ارقام ويوجدوا منها قرايه، وفي النهايه دي هتحركنا انا. فممكن الاستاذ محمد يبقى يعني عنده اجابه اكتر في الباك ستيج. هكون صريح، احنا في الصحافه مش محتاجين امازون وقابل يدخلوا اصلا، احنا كده كده منهارين من قبل هم ما يدخلوا، احنا منهارين بأمانة. يعني احنا لما الفيسبوك اتعطل من كام يوم ساعتين الترافيك بتاعي طلع 3 مرات في فوق، ليه؟ عشان الناس رجعت تاني تدخل مباشره، وبان ده عطل ساعتين بس ومش هينفع نعطله كل شويه. فاحنا كصحافه منهارين تماما قدام ده، وبنشتغل كلنا بادواتنا الشخصيه، واكبر موقع فيك يا مصر مش هيقدر يصمد كتير، لانه بعد شويه هيبقى في ابلكيشن هي اللي بتوزع الاخبار، ومش هينفع ده كله يتعرض للمنع، وطالما في انترنت في مصر الناس هتوصل. وانا خايف ان كمان سنتين الناس تبقى بتقول هنتفرج على ايه في نتفليكس في رمضان، ونتفليكس ممكن تعمل لك أدان المغرب عليها، يعني مش أزمة لو هو ده المشكلة يعني. فإحنا لو ما لحقناش نفسنا ومش هنلحق نفسنا يعني الموضوع فعلا بقى صعب جدا، وإحنا هنبقى كأننا إيه زي مصنع عربيات محلي بيواجه منافسة عالمية، هي بالظبط. مهما عملنا ومهما كانت أسعارنا ومهما كان العربية ماشية مع الجمهور المحلي، مهما حصل ممكن ابويا وانا وبتاع، لكن اللي جاي مش هيستنانا، الجيل اللي جاي مش هيستنى الحاجات دي كلها. فاعتقد ان الموضوع صعب، وان هم فاهمين ده كويس جدا، وهيقدروا ياخدوا مننا فلوس وفيور على قد ما يقدروا، والبدايل اللي يبقى فيه منصات مصريه وعربيه تلم الجمهور العربي وتخليه مش محتاج يشترك بره، حتى لو بقت بالشراكه معاهم، بس على الاقل ابقى عارف انا بعمل ايه وبقدم كنت شكله ايه. فالعولمة اللي احنا كنا من 20 سنة بنتريق عليها في غياب المضمون وبتاع، لا خلاص هي موجودة، وده اكبر مثال ليها، وما احنا ما عندناش اي فرص للمقاومة حاليا. بس الفرق ان هو بلاتفورم فهو مهدد زي ما الفضائيات مهددة. صانع المحتوى وضع مختلف، صانع المحتوى هو مش مهدد في ذاته، هو عينه في نص راسه ما بين انه طول الوقت يدور على الريليفنت وعلى الجديد. فبعد شويه هتبقى قرايه الريليفنسي من الجانب المعلوماتي اللي وراء البلاتفورمز دي، حصل ما حصلش هعتمد على ادواتي التقليديه، هو ده الفرق. يعني احنا بس ليه صح مش وضحت كده؟ ليه بتقول ان الموقع بيعاني بوجود مثلا فيسبوك، او الفيسبوك لما وقع الموقع انتعش، مع ان يعني في بزنس مودلز لوجود نماذج زي علام.org على السوشيال ميديا برضو، يعني انتوا اكيد عندكم بريزنس قوي وشغال ويبقى في منه ربح، ليه بتعانوا من فيسبوك؟ ليه مش لان الجمهور المصري واخد على المجاني اكتر، ولسه ما اختبرناش ان احنا نعمل اشتراكات بفلوس، وان انا اقدر اقدم خدمه بفلوس زي ما بيحصل بره. فالناس اتعودت خلاص ان هي هتلاقي الخبر على بروفايل زميلها. بس انا قصدي ان حضرتك عندك تواجد على السوشيال ميديا كمان، مش كده؟ ما هي وقعت يعني اصلا، ما هي كانت واقعه. ليه؟ لان الدخل يعني عموما ليه بيضرك؟ لا انا الدخل بيجي لي من اعلانات الموقع. ليه؟ لان انا كطبيعتي كصفحه في عندي ملتزم، انا مثلا مش بحطش فيديوهات مسروقه، ما بحطش فيديوهات فيها شتايم، فالصفحه عندي عدد الاعضاء اللي فيها قليلين، ومحتاجه بيزنس يعني محتاجه تمويل عشان تكبر. ففي الاخر يعني حضرتك في صفحات لمسرح مصر مثلا ممكن تبقى مش بتاعه الفرقه اصلا، والفيديوهات بتاعتها عليها اعلانات، يعني بيجي لهم فلوس من الفيسبوك، الفيسبوك بيشغل الاعلانات على ده
وما يشغلوش على فيديو جراف عندي لانه مش عايز معلومات، هو عايز كوميدي يعني. فحتى اللي انا بقدمه ده ملوش زبون معلن، وحتى ساعات في فيديوهات احنا عاملينها على اليوتيوب بيجي لنا رساله انه الفيديوهات دي مش مناسبه للمعلنين، هو عايز ضحك، عايز كذا، عايز كذا. ف يعني عشان يجي لي اعلان مباشر، عشان كده انا لو هيجي لي فلوس في الشغلانه دي هيجي لي من قارئ عارف انه محتاج داتا معينه ومعلومات معينه، مستعد يشترك ويدفع مبلغ شهري فاقدر انا اشتغل. وطبعا ده عشان يتحقق في مصر لسه بدري شويه يعني. ممكن ناخد من نص، اتفضلي. اتفضلي. هو سؤال حضرتك ليه ده بيحصل ولا ليه ما بيحصلش العكس؟ تمام. طب تعالى نتفق الاول ان في نوعين من الاستمرار، في نوع من الاستمرار على الديجيتال بلاتفورم زي الدحيح. انا شايف ان الدحيح نموذج ناجح جدا، وعلى فكره يعني الفيديوز بتاعته تريندي زي محمد رمضان، وبتبقى على الفيسبوك موجوده وعلى اليوتيوب ارقامها ممتازه، وهو مكمل على السوشيال ميديا وهو غندور، ده اختياره وهيتطور. وانا شايف انه يعني الاستاذ محمد كان بيقول احنا كده كده احنا يعني الديجيتال جاي، فخلاص بعد شويه انا ابتدت اختي الكبيره، وهي يعني اختي كبيره شويه في السن، بقت تقول لي انا بنبسط لما بوقف الفيلم واقوم اعمل حاجه وارجع. هي فكره البث هتنهار تدريجيا وهتبقى الحاجات كلها ديجيتال خلاص، يعني هتبقى اون ديماند بالظبط. فتعالى نتفق ان في تكمله على الديجيتال وفي تكمله على ميديمز اخرى زي التلفزيون والمسرح والسينما وخلافه. من هنا يظهر السؤال، الشخص اللي بيعمل اللي بدأ على السوشيال ميديا ده صفته ايه؟ هل هو ممثل؟ لو هو ممثل فاكيد هو عنده احلام ممثلين، يعني زي بالظبط زي حالاتي، انا كنت ممثل من اول يوم ومن وانا صغير بحب اعمل مسرح، فاستخدمت السوشيال ميديا ك يعني فرصه ان انا اقول للناس ان انا ممكن اقدم حاجه كويسه. فازاي لو انت بتسالي على النوع ده ازاي ينتقل من ميديم يعني، او ما بينتقلش غالبا المواهب من دال ده ليه؟ لان مش بس انا زباني بتبتدي تمشي مني انا كمان على فكره، بس عشان انت بس بتحبي انت السبب بس. طيب ماشي ايوه كده طمني يا اخي. مش بس السوشيال ميديا بتدي فرصه بس، لكن هي ما بتدعمش الموهبة بتعليم ولا بتدريب ولا حتى بدعم تقني، يعني ما بتعرفوش حتى يعمل شانل مظبوطة ازاي ولا يحط الفيديو بتاعته ده اللي يسوق لنفسه ازاي، هو ما يعرفش. احنا للأسف الجهات اللي بتعمل كده في مصر قليلة جدا، يعني لو حد مثلا دمه خفيف طلع عمل فيديو قال حاجتين ثلاثة كسروا الدنيا، عمل وانا اعرف نماذج كتير كده بدون ذكر اسماء، في ناس على زي مثلا علي حميده كده صاحب الاغنيه الواحده هو لولاكي بس، ففي برضو انفلونسرز صاحب الفيديو الواحد عمل فيديو واحد عمل 18 مليون مثلا 5 مليون مشاهده، تشوف الحاجات التانية مفيش. طب هو اكيد عنده حاجه حلوه يعني او هي غلطه، مين اللي يقرر ده؟ اللي يقرر ده حد بيفهم في صقل المواهب، يعني حد بيفهم في توجيه المؤديين المذيعين او الممثلين او بغض النظر يعني يعني شوف هو بقى هو بيعمل ايه، وحد او المطربين حتى الميوزيشنز في حد بيطلع يعمل حاجه ليها علاقه بالمزيكا وبتنجح وما بيكملش. فاحنا من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها محتاجين حاجتين مكملتين لظهور المواهب على السوشيال ميديا، اولا جهات ومواقع وشخصيات ومؤسسات واكاديميات تكتشف المواهب دي وتدعمها كمعرفه وكتدريب وكانتقال يا إما من السوشيال ميديا لسوشيال ميديا تاني أفضل أو من السوشيال ميديا إلى ميديم آخر. والحاجة التانية المكملة اللي احنا محتاجينها جدا جدا جهات برضو بتهايلايت الشخصيات اللي نجحت نجاح حقيقي زي الدحيح، والتجربة دي نسمعها ونشوفها الرجل ده عمل ايه، يعني ايه الحاجات اللي خلته يعمل كده. أنا مثلا
كنت في قاعده تانية وسالوني قالوا لي انت ايه اللي حصل خلاك نجح؟ قلت لهم انا مش عارف، بس ممكن اقول لكم شويه حاجات انا عملتها يمكن مختلفه عن الانفلونسرز التانيين. ان انا مبدئيا بعد ثالث فيديو بكاميرا الموبايل ابتديت اشتغل مع فريق، اصريت ان انا اشتغل مع فريق. فلو حضرتك شفتي رابع فيديو انا عملته في حياتي كان مكتوب عليه اسم مؤلف ساره هجرس، اللي هي بتكتب معايا دلوقتي على فكره لغايه النهارده في المسرح، وهي انضمت ليا ك يعني ابتديت اشتغل مع فريق. احتمال يكون من اسباب برضو بقول احتمال ما اعرفش ان انا اشتغلت في مؤسسات كبيره، فقدرت اتنقل من الاستقلاليه بتاعه السوشيال ميديا لان انا اعمل محتوى جوه كيان. الكيان ده عاوز مني عدد دقائق، عاوز مني نظام معين، عايز مني يعني طلبات، في طلبات. فانا كنت رئيس تحرير مجله فكان عندي عدد صفحات وعندي عدد ابواب ومرتبط بقوانين ومحظورات، في زي اي كيان في الدنيا بيبقى فيه الاعتبارات دي، فيمكن ده فادني شويه. وانا اصريت اكمل في السوشيال ميديا ما تنقلش فجاه، واصريت ان ابقى شركه ويبقى معايا تيم علشان خاطر ما فيش حد بيكمل لوحده، انا مؤمن بكده. ودايما الكوميديان بيبقى عنده شويه حاجات هزار قالوا على القهوة مع أصحابه وسمعوا في البيت من قرايبه وبتاع، بثلاث أربع خمس ست أعمال وبيخلص. لو معوش فريق وفريق كبير وقوي ومتجدد مش هيقدر يكمل. فاحنا محتاجين الجزئيتين المكملتين دول، ان احنا ندعم المواهب اللي بتطلع على السوشيال ميديا بحاجات تخليه عنده القدرة على الاستمرار والانتقال، يا الاستمرار جوه السوشيال ميديا يا الانتقال الى ميديا اخر. استاذ محمد معلش انا عندي سؤال بالنسبه لضغط المعلنين او السبونسرز اللي حضرتك اتكلمت ان هم يعني هم اللي هو ده البروفيت بيز بتاع اعلام دوت اورج، ازاي بتتغلب لو ده؟ يمكن سؤال بيتسال كتير بس على طول جدلي، لو في حاجه ضد وجهه نظر الاديتوريال بوليسي بتاعت اعلام دوت اورج مخالفه مع السبونسر او المعلن، بتتعاملوا مع ده ازاي او ده بيحصل؟ هو اولا احنا معظم الاعلانات اللي بتجيلنا بتبقى اعلانات اديتوريال اصلا، لان ده برضو في الاتجاه الجديد للاعلان، هو مبقاش جديد قوي احنا، بس بالنسبه لنا عشان حاجه بتيجي متاخر، يعني ان هو مش لازم بقى يعمل لك البانر الثابت ده. ده بيبقى في ناس عندها مصاريف يعني كتير قوي، عامل حمله وتلاقيها موجوده في كل المواقع على كومباوند او حاجه زي كده. لا هو بيجي لنا المعلن اللي هو عايز يقول 10 معلومات عن الكومباوند او 10 معلومات عن الجهاز بتاعه وحاجه زي كده، هو ده اللي بيجي لنا اكتر، وبيبقى مهتم بالباك لينك اللي موجوده جوه الموضوع علشان ده يفيده على جوجل اكتر. فده معظم اللي بيجي لنا، غير كده بتبقى اعلانات لحاجات او جهات احنا عارفين انها جهات محترمه. ما حصلش لسه ان في حد طلب حاجه مش ماشيه معايا، بالعكس انا حتى على مستوى جوجل شايل الاعلانات اللي هي ممكن تبقى مش مناسبه للمجتمع المصري، ما حصلش. يعني يا ريت يجي، يعني لو هيدفع اوكي، بس لا هو طبعا طالما انا يعني باني البنى دي، بس انا اعتقد انه حتى النوع ده ما بيجيليش، يعني ما بيجيليش انا، هو يعني كده بيشوف اماكن مسمعه اكتر، اماكن جمهورها عام اكتر. يعني المفروض اللي بيجي لي انا واحد عايز الناس الغاويه دراما، غاويه اعلانات، غاويه تلفزيون اكتر، فده ما بيجيش. لكن المفروض ان احنا بنقول لا، يعني المفروض، لكن للاسف ده ما بيحصلش، خصوصا في اخبار الاقتصاد والسيارات والبورصه. للاسف في حاجات كتيره جدا بتتمرر كاعلانات غير مباشره، فالمفروض يبقى باين ان الاعلان ده اعلان مباشر، حتى لو اديتوريال يبقى باين انه اعلان، باين عليه ان هو اعلان مش متمرر، او ما فيهوش هجوم على سلعه تانية. دي نقطه مهمه جدا. يعني طيب نرجع للاسئله. اتفضل. لا ما اقدرش اعمل كده، لان انا عملت موسم كامل كده. ما اقدرش اعمل حلقه واحده. لا انا الموسم الحالي من امين وشركاء هو كده في الحقيقه. انا عملت جوله على مسارح الجامعات ومسارح الهواه، مش على السوشيال ميديا، لان انا كنت بعمل عمل مسرحي
فما كنتش ما كانش عندي الوقت رفاهيه الوقت ان انا انقل موهبه من السوشيال ميديا لان هو يمثل على المسرح وده يعني نقله كبيره قوي وممكن تبقى ده اللي حصل. ده اللي حصل فعلا يعني الشركاء اللي معايا دول كلهم ممثلين من في مسرح هواه ومن مسرح جامعه وكده هم عددهم 24 شاب وشابه واشتغل منهم في الموسم الاول تقريبا 10 او 12 والباقيين موجودين طول العروض بيتدربوا وبيظهر يعني بياخدوا فرص من الوقت للتاني وعلى مستوى الكتابه ده برضو حصل. احنا عملنا من سنتين يعني كول موسعه جدا لعدد كبير من الكتاب ووصل يعني جالنا الاف الكتاب وعملنا منهم اختيارات ووصلنا لثمانية والثمانية دول تعينوا معانا فترة قعدوا وكتبوا معانا في البلاتو في الموسم الأخير اللي هو ما ظهرش للأسف بس استفدنا بحاجات هم عملوها في المسرح ولازلنا يعني بالعدم ده حاصل مستمر طول الوقت. يمكن أنا ما عملتش ده على مستوى الديجيتال يعني أنا ما عملتش مثلا حاجة مشابهة لزيع موهبتك أو مشابهة لأرب جود تالنت ولا حاجة زي تالنت شو على السوشيال ميديا أنا ما عملتش كده الحقيقة وده بس علشان خاطر أنا حسيت مؤخرا إن فكرة المحتوى عمالة تبقى أسهل وأرخص وكل الناس معاها موبايلات وبتصور وبتعمل وبتاع فبقيت أنا من جوايا حاسس بمسؤولية إن الميديم بتاعي يبقى هو المسج الجديدة إن الميديم بتاعي المسرح عشان الناس تيجي تعيش تجربة مش تتفرج على دقيقتين خمس دقايق وتضحك وخلاص لا أنا حابب الناس تنزل تاخد ولادها أو صحابها وتيجي تقعد في مكان ظريف تتفرج على عمل دم خفيف فيه فكرة وتستمتع وتقضي تجربة ما تتنسيش. وأنا صغير الأيام اللي رحت فيها المسرح والسينما بالذات أيام الطفولة أنا مش ناسيها فلكن أنا ناسي كل الحاجات اللي شفتها يعني أنا مش فاكر ولا حاجة من اللي أنا شفتها على الفيسبوك وأنا بسكرول كده فاحتمال مستقبلا أعمل حاجة زي كده على السوشيال ميديا يمكن بس يعني لما أعالج مشاكل تجربة المسرح لأن هي بداية مجرد بداية وأنا عمال أطورها يعني فلا ده بيحصل ما تقلقيش وكل ما اعمل حاجه هاجي اقول لك تمام عشان طب استاذ محمد حضرتك قلت ان المشاهد القارئ المصري او الاودينس المصري مش مستعد انه يدفع للمحتوى ايه المحتوى اللي ممكن يخليه يدفع له اولا هو مش مستعد هو لازم يكون في ظروف معينه في المحتوى المقدم علشان تخليه فعلا يدفع يعني لازم وبرضه في يعني في نشره اقتصاديه اعتقد اسمها انتربرايز دي ليها اشتراكات يعني في ناس بدات تعمل ده وجايين عليه بس الموضوع لسه محتاج في ناس بتيجي اهو لا رايح الحمام رايح الحمام ماشي اوكي ف يعني الموضوع محتاج ان هو اعتقد ان القارئ اللي هيدفع لي ده واحد عايز ساعه في اليوم ده مش قارئ قاعد على الفيسبوك على طول ده قارئ عايز ساعة في اليوم يعرف الموضوعات المهمة اللي فاتته في مجال اللي هو مشترك فيه ولو خلال اليوم سمع عن حاجة معينة يخش يعمل سيرش أو يخش يسألنا عليها لأن ده خلاص واحد مش عايز يقعد يدور على هنا ويشوف هنا ويكتب في تويتر ويشوف ايه الترند النهاردة ويلاقي ترند مش فاهم معناه ايه فيروح يسأل احنا على فكرة السوشيال ميديا أدت لاستهلاك الناس يعني أو الناس بتدخل تقول يا جماعة هو ايه الموضوع الفلاني اللي انتوا بتتكلموا فيه ده أنا نمت ساعتين صحيت لقيت كذا ده عمره ما هيبقى تارجت ليا انا لو قدرت ان انا اقدم محتوى يعني فعلا بيتمتع بحريه وبيتمتع بمصداقيه وموضوعيه لناس تقدر ان هي تدفع مبلغ وبيبقى بالنسبه لمصر قليل جدا اعتقد ان كذا مشروع ممكن يقوم ويقدم صحافه بجد ويفرق ويبقى طبعا في جزء منه مجاني وفي جزء منه بفلوس ده علشان يحصل محتاج الاول ان يكون عندي فرصه لتقديم المحتوى ده والعناصر اللي معايا قادره عليه وان يبقى الناس مقتنعه فعلا ان اللي هتدفعه هيجي لها ويبقى وده يحصل فلسه شويه على حتى كمان على مستوى البنوك يعني ان انا اقدر يعني ما اعتقدش حتى السيستم ده اللي كان فيه تجربه واحده اتعملت اللي هي تجربه جريده المقال واظن ان كان فيه عيوب تقنيه او حاجه زي كده في ان الاشتراك يوصل لي اصلا يعني دي نقطه تانية يعني تفضل السؤال للأستاذ أحمد أمين ولا المنصة؟ لا هو على يعني على السوشيال ميديا كونتنت بالذات فهسأل أستاذ أحمد أظن فهمت
اتفضلي يا فندم. لا هو انا كنت عايزه يعني افهم بس السوشيال ميديا ميكانيزم نفسها بتنجح ناس يعني ما تنجحش ناس ثانيه. حضرتك قدمت محتوى يستحق النجاح عجب الناس جدا ونجحت، ناس ثانيه تقدم محتوى لا يستحق النجاح تماما بس بيعجب ناس وبينجح، محتوى مصيف وبيقدم اثاره وسترا. حضرتك لسه قايل ممكن بوست او فيديو او اي حاجه يبقى كل اللي عليها نيجاتيف فيوز وتنتشر. انا بسال نفسي لحد دلوقتي وعايزه تحليل حضرتك الشخصي لانتشار واحد زي الخليل كوميدي، كل الناس بتشتمه ومع ذلك منتشر ودخل ضيف شرف في مسلسلات وبرامج. يعني عايزه افهم ازاي ده حصل، ازاي احنا بنشتم واحد واحنا في نفس الوقت اللي بنخليه ينتشر. انا عايز اقول لحضرتك بس هو في فرق كبير ما بين الشهره والتاثير، ما بين البابليستي والانتشار والبقاء والاستمرار، فرق كبير جدا جدا يعني في كل المجالات. يعني الله يرحمه دكتور احمد خالد توفيق مره قال مقوله لطيفه جدا، قال انا ممكن حالا اعمل روايه تترجم لعشرين لغه وتكسر الدنيا، اعمل اتنين منقبات سحقيات مش عارف ايه عندهم مشاكل في قال كده سطر خطير، طبعا اي حد هيشوف السطر ده هيجري وراها وتبقى روايه ناجحه وهتكسر الدنيا، والفيلم ده ولو اتعمل فيلم هيوصل لاعلى الاماكن والجوائز وهيلف العالم وكده. فده انتشار، لكن هل ده عمل ناجح؟ ده سؤال مهم. فتعالي بقى نشوف ايه معايير النجاح. معايير النجاح بتختلف من شريحة لشريحة في المجتمع. يعني في بعض الناس من مثلا من المثقفين ومن المهتمين بالفن وبالمحتوى بيعتبروا ان النجاح هو الاستمرار، انك تستمر. في حد تاني بيقول لي لا استمر ليه، انا اشحال انا شخصيا فيزيكال مش مستمر، انا كانسان مش هستمر، انا 20 سنة وهموت او مش عارف كم سنة، انا انبسط دلوقتي. طب ما انت كده ما بتفكرش في انك تسيب للعالم ده شيء افضل، انت بتفكر في نفسك في المرحلة دي. فبالتالي معيار النجاح مختلف من حد لحد. إذن ممكن تلاقي فعلا حاجة موجودة مستفزة والناس كلها بتشتمها عشان مستفزة، وتلاقي في فنان أو منتج بيجيبه يستفيد بالببليسيتي الفرغة دي علشان خاطر هو مستفز والناس عارفاه، فالناس هتستفز وتشتمه. هي تركيبة عاملة كده، زي العكس مثلا لما بتلاقي فيه فيديو أو محتوى الناس كلها بتشكر فيخش واحد يشتم بطريقة مبالغ فيها، فتلاقي الاهتمام بالكومنت بتاعه جامد جدا، الكومنت بتاعه هو ده مرضي أو بالنسبة له، هو يقول مش فاهم مش عارف تتفرجوا على إيه، تضحكوا على إيه، ده كذا وكذا 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 وكذا، ولو أخته يعني يبتدي يخش في أعراض علشان يسخن الكومنت، فتلاقي الناس كلها بتخش لا حرام عليك ده عسول، حرام عليك ده كيوت، هو قاعد بقى في البيت إيه فرحان قوي ده. شوف فرج مراته كده، لا بصي كل ده كومنتات على البتاع بتاعي، كل الناس بتكلمني، وتلاقي عنده ديسلايكس فرحان ان هو الناس بتديسلايك، يعني ده بالنسبه له يعني انا بحظى بتقدير او باهتمام. فهنا بقى الفكره في ان احنا بس نتفق على معايير العمل الناجح. ايه هو النجاح؟ في واحد النجاح بالنسبه له يعمل فلوس حلوه، اعمل فلوس حلوه دلوقتي. في واحد النجاح بالنسبة له اني اغير الناس، اغير تفكيرهم، وان بعد 7-8 سنين او بعد 20 سنة ممكن انا ابقى ما عنديش قدرة على العطاء، بس في بعد مني مثلا مواهب كتير عندها قدرة على العطاء ظهرت بسببي او بسبب الشغل اللي انا قدمته. وعلى فكرة بقى دي مشكلتنا الاساسية بالمناسبة، هتفرع بيكي معلش، يعني لو لاحظتي الفرق ما بين الكيانات والفنانين اللي في مصر وكيانات الانتاج مثلا في امريكا، هتلاقي ان مثلا وارنر دور اتنين كانوا اخوات عملوا استوديو، هنا هتلاقي في فنان كبير بدون ذكر اسماء وصل لسن 70 وقدم عشرات ومئات الاعمال. طب هو هيموت وبعدين ابنه هيكمل، شكرا حضرتك قلتي ابنه هيكمل ان شاء الله، ما احنا عارفين فابنه هيموت فاحفاده هيكملوا، هيظلوا فنانين يعني، هيظل فنان وساب لنا اعماله واعماله على راسي من فوق، لكن هو ما سابش كيان، ما سابش مدرسه، ما سابش مؤسسه. فاللي احنا نتمنى انه يحصل حتى بتكاتف كده ما بين مجموعه من الفنانين او من ما بين الفنانين والمنتجين وبتاع، نبتدي نستوعب الحكايه دي ان الكيانات هي اللي بتستمر، فنحط ايدينا في ايدين بعض ونبتدي نعمل. في ناس ابتدت تنتبه للحاجات دي مؤخرا يعني، فعشان كده انا متفائل مش متشائم. فبقى بالتالي بعد شويه يتغير معيار النجاح،
هتفضل طول الوقت في حاجات كده بتظهر يعني غريبة تحقق أرقام فظيعة، ناس تشتمها أو تشكرها، مستفزة أو مش مستفزة، بس هتلاقي في النهاية في حاجات كويسة ومستمرة على معيار النجاح اللي احنا نفسنا فيه يعني. استاذ محمد حكايه استعب هضيف بس حاجه اتفضل. صحيح هي ما واجهتليش السؤال وجه الاستاذ احمد امين، بس انا هضيف يعني المنصه كلها شو خدت مننا افيهات يا بلدي تخش الورشه الجايه ان شاء الله. الجمهور بقى يعني استاذ احمد اتكلم على التاثير وكده، هو كمان احنا عندنا لسه الجمهور لسه مش متربي اعلاميا كويس في المرحله دي، بمعنى انه انا عشان فاهم شويه فعمري ما هشير حاجه فيها الخيال الكوميدي، ما حتى لو عشان اقول يا جماعه ازاي ده يعني الشير دي وازاي ده مستمر دي ما ينفعش اعمل عشان انا فاهم. لو في لينك الموقع سخيف عامل له برنت وانا بشيره مش هشير اللينك، لكن الناس العاديه مش عارفه. احنا زمان كان الناس بتدخل الافلام يقولوا لبعض فيلم حلو ولا وحش، ده كان العظيم جدا. دلوقتي حتى لو هم بيقولوا الفيلم وحش بيخش عشان يشوف ليه وحش زي ما فلان قال له ويطلع هو كمان يقول رايه، او ما يخشش يقول ده فلان وفلان قالوا. ف دي مش الجرايد مثلا، كان الجورنان ايه الناس كانت بتشتري الجورنان، مستوى تراجع يبطل يشتريه وخلاص. دلوقتي الناس اصلا ما تعرفش المجلات الحكوميه لسه بتطلع، بس مجرد غلاف طلع ما عجبهمش تلاقي كله بيقول رايه في الحاجات دي كلها، فيخلي اللي ما يعرفش يعرف. بعيدا عن ان احنا لازم ننقد الغلاف، لكن بتكلم على الطريقه، فبقى كل واحد لازم يخش يقول رايه، هو مش بقى لازم يبقى عنده راي في اي حاجه. فحتى لو الخليل الكوميدي مضايقه، اولا الخليل الكوميدي اخر 6 7 شهور مش هتلاقي له حاجه يعني، خلاص الترند وقع خلاص يعني كويس، لكن اللي هيطلع غيره لازم هيطلع غيره، وهنكرر نفس الموضوع يعني هيحصل نفس الموضوع. فهنا برضو التربيه الاعلاميه اللي بيفتقدها الجمهور محتاجه مننا شويه مجهود احنا كصناع اعلام، اولا نقدم له المضمون الكويس وما نشاركش على قد ما نقدر في ان احنا نروج للايجابي. انا مثلا يعني مقرراته القليله اللي انا متمسك بيها لحد دلوقتي في اعلام.org انا بتجنب سما المصري تحديدا، وكل سنه بقول لهم ما فيش حاجه اسمها برنامج ديني هيتعمل، وهي عملت ادعيه قريب بقى سجلت بقى خلاص الكذب عملتها 3 مرات بتعلي عليها، ما خدتش الفيديو ده كويس. والمفروض ان احنا تعالوا يا جماعه كلنا، وكان زمان الصحافه لما مسؤول واحد يزعل صحفي في اي جورنان كله بياخد موقف وخلاص، عشان المفروض ان احنا كلنا تعالوا كده نقعد شهر ما ننشرش اخبار من مصدر من النوع ده من المصادر، خلاص شكرا يعني مش هيحصل له مش هيبقى موجود، لان برضو حتى لو هو موجود على السوشيال ميديا الاخبار بتشير ليه بتشير لاهميته، في اخبار بتعمل ترويج كاذب ليه. فاحنا ما عندناش تربيه للجمهور لسه، والصحافه ماشيه ورا السوشيال ميديا ورا الناس، فبرضه بتساهم في تعميق الازمه يعني. لكن في الاخر ممكن كل كام سنه اجيب لك، انا حتى في مستوى الدراما انا ممكن اعمل قائمه بس هتبقى قاسيه جدا على ناس طلعوا وفي الكوره قعد 2-3 نجم ووقع تاني نجم ووقع تاني. ليه؟ لانه عارف يثير الجدل في الفتره دي، كان بيجي له 5 مسلسلات او مسلسل بتاعه نجح ككاتب او كمخرج، وفي الاخر هو مش موجود دلوقتي بس كان ترند يعني، هو فعلا الترند هو اللي بيعمل كده والناس بتقعد تتكلم يعني. طب استاذ احمد، هو استاذ محمد قال ان عناصر التربيه الاعلاميه اللي ناقصه عند المشاهد او الاودينس المصري هي فكره انه عدم الوعي بالشيرنج، الشير كلتشر، ان احنا بنشير اي حاجه من غير ما نتحقق منها. في رايك ايه عناصر التربيه الاعلاميه اللي ناقصه تاني غير قصه الاكسسيف شيرنج الاوفر دوينج في الشيرنج؟ تربيه اعلاميه للاعلاميين؟ لا للجمهور. للجمهور يعني كان المفروض تحضر اليومين دول. ايوه صح، ما انا حاسس ان دي اخر جلسه فالناس يا عيني طعمين ايه بقى بعد الجلسات اللي بقيتوا احسن دلوقتي. الجلسات اللي فاتت فرق والله، ربنا يخليك يا فندم. حاضر هسكت احسن عشان شفناك. لا طبعا هو التربيه الاعلاميه اللي محتاجها اظن يعني اللي محتاجها الجمهور هو ان يكون بس يعني احنا بنقعد نتكلم حلو في الاوض وبنخرج بره ما الحاجات ما بتحصلش زي ما احنا بيبقى نفسنا يعني. هو تاني شكرا يا فندم تسلمين. تاني فكرة التكاتف ما بين صناع المحتوى والمنتجين وأصحاب القرار، الحتة دي مهمة أوي، لأن بيبقى صانع المحتوى بيتكلم في حتة وصانع القرار عنده مشكلة تانية والمنتج عنده مش عارف إيه والمعلن في مكان،
فأظن إن مش هنعرف نغير الجمهور وذوقه وطريقة تفكيره إلا لما نبقى كلنا يعني قاعدين مش في أوضة واحدة بس بنتكلم زي دلوقتي وبنتمنى، لا نبقى قاعدين في أوضة واحدة بنشتغل بقى، يعني بنطلع إحنا حاجات كلنا مع بعض، ما يبقاش بس منتج لوحده يا عيني في الفضاء عاوز يغير والفنانين لأ أو العكس، متهيألي يعني. طيب احنا معانا وقت السؤال واحد من ممكن حضرتك تفضل بعدين هي وهنا سؤالين. انت كنت فين من زمان يا استاذ؟ الله لا هو حضرتك انا هبتدي بيك قبل ما يمثل الكلبش ثلاثة في السؤال اللي اساله له استاذ احمد امين. طيب حضرتك كنت قلت صناعه الميديا في مصر بتعاني من عدم نقد الذات وان ده بيسبب عدم ثقه لدى الجمهور، صح؟ اقول لك دلوقتي بقى ايه راي استاذ احمد امين في الحته دي؟ معلش قول السؤال من الاول. طيب صناعه الميديا في مصر تعاني من عدم نقد الذات، تمام؟ دلوقتي وفي عدم ثقه بالنسبه للجمهور في الميديا، تمام؟ طب المشكله الرئيسيه ايه اللي هي وايه الاسباب، ايه الحلول المطروحه، من المسؤول عن ان هو في عدم ثقه من الميديا من الجمهور للميديا؟ كل ده يعني اقول لك على كل ده. نقد الذات خلاص خلصنا منه، ان احنا كصحفيين من زمان حتى من ايام المطبوع ما ينفعش الجمهوريه تكتب حاجه ان الاهرام غلطت يعني، فدي طول الوقت دي حاجه ممنوعه، تمام؟ ف السؤال بتاع حمو بيك انا هقوله له ما تقلقش، سؤال حمو بيك انا سمعته. فما فيش نقد، ما ينفعش ان احنا ننقد بعض، حتى فكره على المستوى الداخلي ان احنا نعمل اجتماعات والناس تناقش مع بعض اخطائها ده ما بيحصلش. حتى كان في تقرير بيطلع زمان عن حاجه اسمها المجلس الاعلى للصحافه، كان التقرير ده بيبقى فيه ايجابيات وسلبيات، يعني اللي بيحصل دلوقتي مش جديد، طول الوقت التقرير ده كان موجود يقول لك ان في ماده نزلت فيها اعلان وهي مش مكتوب عليها اعلان، كان الجرايد اللي بيتم الاشاده بيها بتنشر انه تم الاشاده بيها، الجرايد اللي لم يتم الاشاده بيها ما كانش بتنشر اعتذار او حاجه زي كده. فاحنا ما عندناش نقد ذاتي للاسف، وكنا محتاجين زي اصدار او مطبوعه حتى لو توزع على الوسط الصحفي بس فيها يعني تعليقات على الحاجات اللي بتنزل، يعني احنا ما ينفعش حد يعني يهاجمنا قدام الناس، احنا نهاجم بس المصادر يا جماعه، ما حدش يهاجمنا يعني. ده مش موجود عندنا، عشان بس سلمى تسألنا على الإعلام كتير، مش موجود عندي في إعلام دوت أورك، وأي حد بيبعت لي أي ملاحظة ترامة صح مش مفتعلة أنا بعتذر له مباشرة وبغير الموضوع على طول، بيتم تعنيف يعني الصحفي الموجود. ليه بقى المصداقية راحت؟ لأسباب كتيرة جدا، إنه الصحافة فضلت قبل 2011 كلها ماشية في سكة واحدة إلا نادرا. صدمة 2011 كانت صعبة على المجتمع كله، على البلد كلها، فكل يوم كان الوضع بيتغير، فالناس لقت ان اللي بيتكتب في الفيسبوك اسرع في الوصول واكثر في المصداقية، ومع انه حتى لو ما كانش صادق يعني كان في حاجات كتير غلط جدا بتتكتب، بس ما هو دي نفس الصفحات اللي قالت لنا ان في حاجة بتحصل، فلو هو حط بعد كده اكاذيب الناس بتصدقها. وتم استغلال ده بشكل بشع، يعني هنكتب ده في يوم من الايام ازاي الادمنز بتاعت الصفحات دي ادعوا ان هم سياسيين وثوريين وبعدين قدروا يغيروا ده بعد كده ويروحوا في اتجاهات تانية نتيجه غياب الدور الصحافه. فلما ده حصل والصحافه بدات الناس حاسه ان هي مهزوزه، طب انا هشتريها ليه بقى؟ فبدل الصحافه ما تستعيد المصداقيه مشت في ده، مشيت ورا السوشيال ميديا، بقيت انا ما عنديش قراء فلازم اجيبهم بالعافيه، فدخلنا بقى في معضله دوامه كبيره جدا لسه موجوده لحد دلوقتي ومش هتنتهي اعتقد الا لما البلاتفورمات دي البلاتفورم ده يتغير ويبقى في وسائل ثانيه الناس بتعرف منها المعلومات وبدأ من اول وجديد. انت محتاج تبني مع الناس من اول وجديد للاسف يعني، او يحصل تغيير، يعني تيجي تقول كده انا بعتذر، انا جريده كذا انا بعتذر عن اللي عملته كل الفتره اللي فاتت دي وببدا من جديد وادوني سنه اوريكم ان انا اتغيرت عشان احافظ حتى على البراند. لكن احنا ما عندناش براندات في الصحافه في مصر، ما عندناش براندات من اول اكبر جورنال قديم لاكبر جورنال الكتروني، ما عندناش حد لما يقول حاجه يقدر يأثر والناس تصدقه وتمشي وراه وتقول الحملة دي هي اللي أثرت، ده مش موجود دلوقتي. طيب هناخد آخر سؤال بس سريعا. أنا كان عندي مش سؤال، هو اعتراض. كلمة الناس مش مستعدة، أتصور إن يعني
مش الناس مش مستعدة، ممكن يكون طريقة عرض المحتوى هي الغير مناسبة ليه. ممكن تناقش فكرة فلسفية عميقة جدا وتلاقي الناس بسيطة متجاوبة معاك ومتفاهمها تماما. المحتوى يعني أتصور، أنا مش إعلامية، بس أتصور إن الإبداع لما الفنان بيشتغل بمزاج وبيشتغل براحته ويفكر حتى لو ناقش أسوأ الأفكار بطريقة مناسبة بتدي إيثيكال فاليو للناس إنها تتصرف بشكل مناسب. أنتوا أهم ناس في الدنيا في تربية ولادنا، في ألفاظنا، في تعاملنا، في تناولنا للأفكار. أتمنى عليكم أكتر منه سؤال، ناقشوا كل حاجة وأي حاجة في أي حتة بس بصورة معينة تربي فكر. التربية المستدامة والتربية الإعلامية أتصور إنها المفروض إن أنا لما أشوف الوحش أشاور على الولد ده وحش وأقرف منه، مش بس أتجنبه عشان عيب وغلط وما يصحش. متشكرة. طب عندكم أي تحبوا تضيفوا أي حاجة؟ أستاذ أحمد، أستاذ محمد، قبل ما نختم الجلسة أضيف حاجة؟ سريعا. لا، ما متشكر جدا، ما عنديش. طيب انا شكرا يعني جدا، شكرا لكم جميعا، سعدت جدا بالنقاش ده واشكركم الساده الحضور. انا بس بدعو الدكتور حسين امين مدير مركز كمال ادهم واستاذ احمد عصمت مدير منتدى الاسكندريه عشان يقدموا للمتحدثين دروع شكر وتقدير لمشاركتكم. شكرا.